ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. دي تاني محاضرة من محاضرات سكتش اب، هنتكلم فيها عن تولز تانية. ولكن قبل ما نتكلم عن التولز دي، حابة بس ان انا اقول على ملحوظة سريعة. احيانا بيبقى عندي خطوط كده في الواجهة وانا مش عاوزاها، فصلالي بين فيسز وانا يعني مش عاوزاها، زي الخط اللي هو متكون ده والخط التاني ده. لو جيت عملت ديليت بيبوظ لي شكل الموديل، لان زي ما احنا متفقين الخط ده بيبقى فارق بين اتنين فيس مش على مستوى واحد. فايه الحل علشان اخفي الخطوط دي؟ باجي كده بعمل سلكت على الخطوط اللي انا مش عاوزاها، تمام، وكليك يمين، وانا مش هولع على الخط نفسه، كليك يمين وهدوس هايد. كده هو خفاهم من الموديل، ولكن هم موجودين، يعني هم موجودين بس انت مش شايفهم عشان ما يضايقكش في اي صورة انت عاوز تاخدها من الموديل. طيب انا عاوزة ارجعهم، هدوس كنترول زد. طيب انا مش عاوزة ان انا ادوس كنترول زد، او اللي انا مثلا عملت اكتر من حاجة، عملت موف، عملت سكيل، عملت مش عارف ايه، فاخر خطوة بالنسبة لي مش هي الكنترول، يعني مش هي الهايد. طيب اعمل ايه عشان ارجعهم؟ زي كده على edit وبتختار ان هايد، هيسألك انت عاوز لاست اخر حاجة انت عملت لها هايد ولا كل حاجة انت عملت لها هايد. فهتيجي كده ودوس لاست مثلا هترجعهم. طب لو دوست اول هيرجع لك كل حاجة انا عامله لها هايد في الموديل بتاعي. طيب ده بالنسبة للهايد. ندخل بقى على تول جديدة اسمها فولو مي. دي اول تول هنتكلم عنها في المحاضرة النهاردة. فولو مي دي مخصوصة لعمل الكرانيش او التكنة اللي احنا بنلاقيها فوق المباني، او القبة او المخروط، او لو عاوز اعمل مثلا تعمل حاجة. هنعرف ازاي بالظبط الحاجات دي بتتعمل، ولكن خلينا نشوف الاول الكورنيشة. بالمناسبة اللي ما يعرفش الكورنيشة، الكورنيشة مثلا لما تيجي تبص للسقف بتاعك وعلاقته بالحيطة، بيبقى احيانا في ناس بتحط زي كورنيشة كده. الكورنيشة دي بتبقى طبعا مختلفة الاشكال، في منها عامل زي الكلام ده زي الاشكال دي، في منها اللي فيه كيرف وحاجات تانية كتيرة. الكورنيشة دي بتبقى الغرض منها انها تداري العلاقة او الخط المتكون ما بين نهاية الدهان بتاع الحيطة وبداية السقف. فخلينا نشوف بقى ازاي الكورنيشة دي بتتعمل. مبدئيا كده انا جيت كده عشان ابدأ اعمل الكورنيشة دي، بس هبعدها بعيد كده عشان ابدأ اعملها. انتم ملاحظين الكورنيشة معمولة على الاوتلاين بتاع المبنى، فانا جيت كده خدت الاوتلاين ازاي، جيت عملت سلكت على الخطوط بتاعتي، عملت لها طبعا بعد ما اعمل لهم سلكت كلهم يعني، وجيت كده عملت لها كوبي بره، سحبتهم لبره خلاص كده. ف ده كده كل الاوتلاين بتاع المبنى لما عملت له سلكت وخدته بره، تمام، ورسمت القطاع بتاعي كده وحطيته على اي كورنر خلاص لبره، لان انا عاوزه الكورنيشه تبقى لبره، تمام كده. فحطيته على اي كورنر كده، ممكن احطه هنا هنا اي حاجه خلاص. وهبدا اعمل سلكت على الباث بتاعي كده، وعاوزه اشيل منه القطاع. احنا مبدئيا بس عشان نشتغل بفولو مي لازم نكون عارفين ان احنا بنشتغل على حاجتين، باث مسار وقطاع. القطاع ده اللي هو ايه؟ القطاع ده اللي انا لو جيت خدت سكشن في الكورنيشه بتاعتي دي، لو انتوا فاكرين المشاريع الكلاسيك، لما كنا بنيجي نرسم السكشن بتاعها كنا بنرسم شكل التكنه او الكلام ده، كانت بتبقى الاوتلاين بتاع الشكل، يعني هي عامله بالشكل ده، فكنت باخد الاوتلاين بتاعها هو ده يبقى السكشن بتاعها. فده القطاع بتاع التكنه لو جيت خدت فيه قطاع كده منفصل لبره، وانا حطيته لجوه كنت ممكن احطه، قصدي حطيته لبره كنت ممكن احطه لجوه لو انا عاوز اعمل كورنيشه داخليه، ولكن انا دلوقتي بعمل كورنيشه للدروه من بره خلاص كده. قبل ما ابدا اشتغل على الفولو مي لازم اعرف انا هجيبها ازاي. مبدئيا هي القايمه دي. طب القايمه دي جبتها ازاي؟ باجي كده من فيو وبختار تول بارز وبعلم على قايمه الايديت، ظهرت لي القايمه دي. القايمه دي فيها كل الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها المره اللي فاتت ما عدا الاداه دي اللي هي فولو مي. فاجي كده واحطها هنا.
قبل ما اشتغل بالفولو مي لازم اعمل سيلكت على الباس. خلاص فاجي كده هعمل سيلكت كل على كل الحاجه، الله ده خد معايا القطع وانا مش عاوزه القطع، فاجي كده هدوس شيفت واعمل دبل كليك على الايه القطاع كده، عملت سيلكت على الباث بس، وهاجي كده على الفولو مي ادوس عليها هيجي كتاب لي تحت سيلكت فيس تو اكسترود، هو قصده القطاع، فهاجي كده وهدوس كليك كده انا عملت الايه التكنه مره واحده. طيب في واحد بيبقى عاوز ان هو اللي يشكل الكورنيشه بتاعته، يعني يقول لك ايه انا مش عاوزه تلف على كل السبيس او الباس ده، عايزه انا اللي اتحكم فيها تقف امتى ما تقفش امتى. هتيجي كده انت عادي خلاص اهو بره، هتيجي كده بالفولو مي انا ما حددتش اي باس، خلاص جيت دوست اول حاجه دوست عليها اللي هي الفولو مي، وهاجي كده واسحب الفيس بتاعي وهيقول لك ابتدي حركه، فانت هتبدأ تتحرك مع الخط الاحمر اللي بيتكون معاك. واحد عايز يوقفها لحد هنا خلاص هيسيب الاداة يدوس كليك كده خلصها، خلاص كده ده في حالة اللي انا بشتغلها مانيوال. لكن اوتوماتيك عاوزها تلف على الباس كله، يبقى لازم تعمل حسابك ان انت بتعمل سيلكت على الباس كله، طبعا تشيل القطاع خلاص، وتيجي تدوس فولو مي وتختار الباس بتاعك، تختار القطاع بتاعك كده. انا عملت التكنه بتاعتي بمنتهى السهوله. طيب ملحوظه، احنا كنا اتفقنا المره اللي فاتت احنا ما بنشتغلش على الجراي فيسز دي اللي هي اللي لونها جراي، احنا بنشتغل ان الفيس بتاعي يكون لونه ابيض. هنيجي كده كليك يمين ريفرس فيسز ترجع تاني لونها ابيض. بعد كده هبدا اختار، ادي كده مسكتها من النقطه اللي هي بتاعت حد المبنى وجيت حطيتها كده، كده انا عملت التكنه بمنتهى البساطه. طيب ده اول استخدام اللي هو بعمل كورنيشه. تاني استخدام عايز دلوقتي اعمل مخروط. المخروط ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره برضو عن باث دائري زي ما انتم شايفين كده، ولف عليه قطاع من الشكل ده. القطاع اللي هيلف تتخيلوا ايه؟ اكيد القطاع ده ربع او مثلث، صح؟ يعني خلينا نسميه مثلث. المثلث ده لو لففته على الدايره هيكون لي الشكل المخروط. طيب تعالوا نعمل بقى الكلام ده. ادي كده انا عملت سي علشان اعمل الدايره، بتاكد ان عدد السايدز تحت 100، وهاجي كده اسحب واختار اكتب الراديوس بتاعي 5 مثلا، وهاجي كده اعمل مثلث. المثلث ده انا هاجي كده واطلع من هنا 5 تمام، واجي للنقطة اللي هي التقاطع بتاعها مع الخط الأحمر أعمل المخروط. هو بالظبط مش على الريد اكس، انا عاوزاه يبقى على الريد اكس اهو. باجي كده لحد ما يتقطعوا مع بعض كده عمل لي المثلث ده. طيب انا هشيل بس السطح ده لان انا مش محتاجاه، وتعالوا دلوقتي نفكر مع بعض كده هنستخدم تول فولو مي ازاي. متفقين ان احنا بنعمل سيلكت على الباس وبختار فولو مي، هيقول لي اختار الفيس او القطاع اللي انت عاوزه يلف، فهدوس كده كده عمل لي القطاع بمنتهى السهوله. طيب ده بالنسبه للمخروط. طبعا لو انا مش عاوزاه يبقى بالجراي باللون الجراي كده، هاجي كده واجي اعمل ريفرس فيس كده قلبهولي للون الابيض. طيب لو عاوز اعمل دايره بقى او قصدي قبه اعملها ازاي؟ نفس اللي انا عملته، ولكن انا المره دي انا محتاجه ان انا اعمل ربع دايره مش مثلث، فهاجي كده بدي وهاجي اختار النقطه دي واسحب لحد النقطه بتاعه التقاطع بتاعهم. طبعا هي كده غالبا خرجت بره، لا مظبوطه. طيب انا مش محتاجه الخط ده خلاص، تمام كده. ايه اللي هعمله المره دي؟ هيجي كده اعمل سيلكت على الباس واختار فولو مي، هيقول لي اختار القطاع بتاعك، فانا كده عملت
القبة بتاعتي، لو ظهر لي اي خط كده فيها ممكن اجي كده واعمل هايد كده، انا خفيته، وكذلك برضو النقطة دي او اي نقط بقى تتكون. طيب ده كان على سكيل القبة مثلا او المخروط. احيانا ببقى عاوز اعمل مثلا قبة شكلها مبتكر شوية، متطلعش مثلا تبقى شكلها كده بس. برضو السر في القطاع، يعني انت لو رسمت شكل القطاع ولففته حوالين الباص ده انت كده عملت القبة. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ مثلا هاجي كده بالريكتانجل خلاص، وهمسك مثلا من النقطة دي اهي كده، هطلع لحد فوق تمام، وهاجي ابدأ اللي انا ارسم بالاركات اللي عندي دي. هاجي كده اهو مثلا، هو يعمل قبة جاي عاملة كده، وبعد كده هاجي اعمل حاجة مثلا طالعة كده وكده وكده مثلا كده شوية لحد هنا، وهاجي كده مثلا من النقطة دي هبدأ اعمل الشكل ده كده. بقى عندي شكل قطاع. القطاع ده لو لفيته حوالين الدايرة طبعا هيطلع لي شكل قبة، مش القبة اللي احنا متعودين عليها دي. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت هتيجي تمسك كده، انا همسحه خلاص، هاجي امسك الباص واجي بفولو مي تول واختار القطاع بتاعي، عمل لي شكل القبة الغريب اللي انا كنت عاوز اعمله. واي خطوط بتتكون لك عادي بتعمل سلكت عليها وتعمل لها هايد، في هتختفي خالص تمام كده اهو. وهايد كده بقى، ده شكل القبة بتاعتي بأي شكل بقى انت عاوزه. بتبدأ ان انت تفهم شكل القطاع، لو فهمت شكل القطاع هتعرف تعمل اي شكل انت حابه. طيب خلينا مكملين مع التولز الجديدة في سكتش اب. هي التول الخاصة بعمل القطاعات. دي بجيبها ازاي؟ بجيبها برضو من فيو تول بارز، وبختار سكشن اهي كده، ظهرت عندي قائمة السكشن. ملاحظة بس بالنسبة للناس اللي بتشتغل على فيرجنز قديمة، احنا ما عندناش الاوبشن ده في باقي في الاصدارات اللي هي القديمة، لكن في الاصدارات الجديدة ابتدوا ان هم يعملوا الاوبشن ده، وهنقول دلوقتي كل اوبشن فيهم بيستخدم ازاي. مبدئيا لو انا عاوز اعمل سكشن في الكتلة بتاعتي دي لازم اخد بالي من حاجة. لو انا باخد سكشن كده هيسألني السكشن، يعني اول ما باجي ادوس عليه بدوس على القائمة دي اللي هي سكشن بلين، بيسألني انت دي بالنسبة ده بالنسبة لك يعني انت عاوز تسمي السكشن ايه، مش مهم بالنسبة لي قوي يعني، بس بدوس بليس. فدلوقتي طلع لي بلين كده مستوى، وبيقول لك انت عاوز تقطع فين، يعني عاوز تقطع كده، عاوز تقطع كده، عاوز تقطع من فوق عشان تعمل بلان، عاوز يبقى بس مجرد سكشن رأسي. فبراحتك، انا هاخد مثلا السكشن في الاتجاه ده، فهدوس كليك اول ما تبقى في الاتجاه الاحمر، وهبدأ اسحب البلين بتاعي بموف بدوس ام، وابدا اسحبه لما تبقى لونها ازرق كده، معناها ان انا اقدر اعمل اتحرك جوه الكتله بتاعتي. بس انتوا واخدين بالكم من ايه؟ واخدين بالكم انه السكشن بلين بقت واخده الفيو بورت كله، يعني كل حاجه في الفيو بورت هي واخداها، مش مجرد بس المبنى اللي انا عاوزاه يتقطع فيه. طبعا دي ما تبقاش لطيفة خالص، فاخد بالك انه لو انت عامل موف وحاطط كتل كتير على بعد كبير من الكتلة هتلاقي السكشن بلين بقت طويلة قوي قوي قوي. فياخد بالك من حاجة انه بلاش تحط حاجات كتيرة جدا في الموديل بعيدة عن بعض، فتلاقي السكشن بلين ابتدت انها تكبر ومش هتعرف تسيطر عليها، وخصوصا كمان لو الحاجات بعيدة قوي عن بعضها فهتلاقي سكشن بلين كبرت قوي. فانا دلوقتي بس هشيل الحاجات اللي هي في الفيو بورت اللي انا مش محتاجاها، وهيبقى بس بالنسبه لي دلوقتي انا شغاله على الكتله دي. وهاجي كده اختار السكشن تاني وهبدا ان انا اعمل سكشن. طبعا احنا ما بناخدش سكشن على حيطه ابدا، يعني لازم السكشن يمر داخل الفراغ، ما يبقاش السكشن سكشن بلين لازقه في الحيطه خلاص. فاكيد طبعا سكشن زي كده مش هاخده، فهبدا ان انا امشي السكشن بتاعي. ملاحظين دلوقتي ان مفيش ارضيه،
مفيش سقف، مفيش هنا برضو المنسوب اللي انا طالعاه. طب انا اعمل ايه عشان الموضوع يظبط معايا؟ لازم ان انا كنت اعمل حسابي في الموديل بتاعي ان يبقى فيه هنا سكنس للبلاطة بتاعتي، ويبقى فيه برضو هنا اقفل الارضية. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي كده اعمل ديليت وهبدأ ان انا اقفل الموديل بتاعي عادي خالص. هاجي كده مثلا واعمل خط، وهنا واعمل خط، امسح الحاجات الزيادة اللي بتطلع لي دي، وهاجي كده واسحب دي لتحت، اعمل لها موف لتحت، او ان انا اجي كده بوش وادوس كنترول واسحب كده. انا عملت برضو كوبي منها، تمام. وهاجي كده اعمل ريفرس فيس كده، بقى في سمك للبلاطة. هنشوفه دلوقتي احنا بنعمل سكشن. هاجي كده بالسكشن بلين وهبدأ اسحب الايه القطع بتاعي. ملاحظين ان دلوقتي اول ما جيت حطيت السكشن بلين على الحيطه ابتدت تتقفل خالص، بقت لونها اسود خالص. ده معناه ان انا قطع في حيطه سوليد تماما، تمام. غير الاول، الاول كانت بتعمل لي هنا حاجات مفتوحه خلاص كده. فهاجي كده واعمل ام وابدا احرك البلين بتاعتي، اعمل بس سلكت عليها وابدا احرك البلين بتاعتي، بحركها دلوقتي في اتجاه الريد اكس كده. انا ببدا احرك، فابتديت ان انا اشوف ده والله ده فيه ارضيه هنا، وحتى برضو بره ابتدى ان فيه يبقى فيه ارضيه هنا وهنا. فالسكشن كده بقى مكتمل، بقى فيه هنا برضو سكنس للبلاطه. ف دلوقتي لما باجي اقطع بيبقى الكلام مظبوط تماما، تمام. فهاجي اقطع، شوف انا عاوزه اقطع في انهي اتجاه. لو مش عاجبني البلين دي وعاوزه مثلا ان انا اعملها في الاتجاه التاني، تمام برضو اهو، تمام. فلازم طبعا تاخد بالك كويس قوي ان الشبابيك حتى تبقى محطوطه مظبوطه في الموديل، تبقى تبقى عامل الموديل صح علشان القطاع نفسه يبقى مظبوط وما يتعبكش في التقفيل. طبعا احنا هنا ملاحظين ان القطاع نفسه لونه اسود. اتسود ازاي؟ عن طريق الديسبلاي سيكشن فيل. دي للاسف مش موجوده في الاصدارات القديمه، يعني حوالي 2014 2015 مش هيلاقوا فيها موضوع السكشن فيل ده. بينزل له بلاجن تاني بس هنتكلم فيه بعدين في موضوع البلاجنز ده. فده طبعا اوبشن لطيف جدا. طب انا مش عاوزه السكشن يعني يبقى لونه اسود، انا عاوزاه اشوفه عشان لو عندي مشكله في الخطوط او حاجه، فهدوس على دي كده. انت لغيت خالص السكشن فيل، ابتدت تشوف عادي اللون بتاع الحوائط او تشوف الفراغات اللي هي جوه الحوائط. عاوز تراجعها تاني بتدوس على السكشن فيل، مفيهوش اي مشكله. طيب امال ايه الاوبشنز الباقيه دي؟ دلوقتي انا عندي البلين دي، اكيد انتوا شايفينها البلين دي، وانا باخد سكشن انا مش عايزه اشوفها. يعني انا عاوز اخد السكشن ده واعمل له اكسبورت، مش عاوزه البلين دي تبان لان انا مش محتاجاها في حاجه. وانا لما هاجي اطلب منك assignment هقول لك اخفي دي، انا مش عاوزاها، مش عايزه اشوفها. فبنخفيها ازاي؟ باجي اعمل سلكت عليها كده وادوس هايد، او ان انا من التولز دي اخفيها ازاي. باجي كده من دي display section plane ادوس عليها كده، هي خلاص اتشالت خالص كده، هي مش موجوده. طيب امال ايه دي؟ دي يعني بترجع لك الموديل تاني، يعني لو دوست عليها هترجع لك الموديل تاني، جيت تدوس عليها تاني هترجع لك الايه الكات. يبقى دلوقتي اول واحده عندنا اللي هي البلين نفسها اللي هبدا اتحكم فيها في الاتجاه وحركه البلين نفسها. تاني حاجة الـ display section planes دي اللي انا بفتحها اشوف الـ section plane انا واخدها فين. طب انا مش عاوزاها، بدوس عليها مرة تانية كده خفتها، يعني يدوس في تظهرها يدوس عليها مرة تانية تخفيها خلاص. الـ display section cut انت محتاج تشوف الـ section اصلا ولا مش محتاجه، لو مش محتاجه وبتدوس عليها كده انت رجعت الموديل عادي خالص. طيب طيب الكلام ده كان بالنسبة للقطاعات الرأسية. هل ممكن ان انا اعمل قطاع افقي بلان يعني؟ طبعا ينفع. هتيجي كده ادي دي السكشن بلين احطها هنا في اتجاه طبعا الجرين اكس الزد، وهيجي اسحب لتحت اهو، تمام، وانزل
اهو لحد ما ابقى عملت بلان. طيب انا مش عاوز البلينز بتاعتي دي تبان، فباجي كده اخفيها من display section planes دي. طيب انا دلوقتي عاوزة اخد بلان من فوق. احنا متفقين ان احنا ما بناخدش ابدا ابدا اي اسقاطات وانا على البرسبكتيف، فباجي من كاميرا اختار بارال بروجكشن كده، انا في وضع الايزومتري واللي هو وضع الاسقاط، وباجي ابدا اعمل توب فيو. كده انا عملت البلان بتاعي بكل الانديكيشنز بتاعه الشبابيك طبعا واضحه، الحوائط متسوده وكل حاجه. طبعا لو لاحظت انه البلان ما تزبطش معاك، في حتت ما تسودتش، كده معناه انه في مشكله في الحيطه لازم تعيدها. خلاص كده، ده بالنسبه للسكشن اللي هو من فوق. طيب دلوقتي انا هرجع دلوقتي البلين بتاعتي، وعاوزة ان انا اعمل اكتف لل اكتف البلين اللي هي الرأسية. عاوزة دلوقتي اشيل البلين الافقية، اسيبها زي ما هي يعني، ولكن ما تظهر ليش البلان، انا عاوزاها تظهر بس السكشن بتاع السكشن الرأسي. طيب هعمل ايه؟ انا بس دلوقتي الاول هرجع الكت خلاص كده، فبقى عندي two planes، وعاوز دلوقتي ان انا اعمل active اللي هي السكشن اللي هو 15 ده. اعمل ايه؟ باجي كده على دي وبعمل كليك يمين active cut، كده هو عمل cut للجزء ده، او ابتدى يظهر لي البلان السكشن اللي هو في الاتجاه ده. طيب انا دلوقتي عاوزة ان انا اخد سكشن في الاتجاه ده، ومش عارفة هو انهي واجهة من دول، مش هقعد ادور بقى لغاية ما الاقيها. ايه الحل اللي انا الاقيها؟ وصلت لها من الليفت وانا عماله ادور بقى في كل دول عشان اوصل للليفت. فانت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتيجي كده، انا عاجبني الواجهه دي عاوزه اقف بالظبط عليها مظبوطه عشان اخدها ك سكشن، فهاجي كده بدوس عليها كليك شمال عادي خالص وكليك يمين، واعمل حاجه اسمها الاين فيو. الاين فيو اهو ظهر لي الواجهه بتاعتي من غير ما اقعد ادور عليها من فوق هي انهي اتجاه فيهم. خلاص كده، وبعد كده هبدأ ان انا اعمل display section planes عشان اقفلها خالص ما تبقاش موجودة، وابدأ ان انا اعمل export عادي خالص لل section بتاعي اهو كده 2D graphics، واختار انا عاوز احطها فين وتبقى JPG كده. وطبعا اسيفها زي ما احنا متفقين عادي خالص. كده بقى انا عملت الموديل بتاعي، عملت فيه section، سواء سكشن رأسي او سكشن افقي اللي هو البلان، وعملت كمان فيل للبلان، وعملت هايد للسكشن بلينز لان انا مش محتاجاها في اي حاجه، وعرفت ازاي اعمل اكتف لو انا عندي اكتر من بلين، ازاي اكتف اي واحده انا عاوزاها، دوس عليها كده كليك يمين واعمل اكتف كات. ولو عاوزه ان انا اخفي السكشن بلينز قلنا خلاص بنخفيها ازاي، عاوزه اعمل الاين فيو، هاجي كده على السكشن بتاعي واجي كليك يمين الاين فيو، بدل ما اقعد ادور هو انهي فيو فيهم، بس كده، واعمل اكسبورت للسكشن بتاعي. الموضوع بسيط جدا جدا، اهم حاجه بس ان انت بعد اذنك تخفي السكشن بلينز عشان ما يبقوش كتيره جدا وزحمل لك الفيو بورت، وحتى انت نفسك مش هتبقى راضي عن شكل السكشن هو طالع لك وفي اكتر من بلين. كده ده السكشن، الموضوع اعتقد بسيط وسهل جدا. طيب خلينا في جزء جديد يا شباب، هو موضوع الماتيريالز او الكولرز. الماتيريالز اللي هي الخامات، اكيد اي موديل في الدنيا، مبنى مثلا، مش هيكون لونه ابيض كده بس، يعني عاوزة ابين ان دي ماتيريال وود، ان دي ماتيريال ستون، ان دي مثلا ده ازاز، ان ده مثلا رخام، يعني اي ماتيريال عامه. فالماتيريالز دي بجيبها منين؟ بجيبها لو انا على فيرجن عالي زي من 2000 تقريبا و16 لحد 2020، فاحنا بنتكلم في الماتيريالز بتيجي من الديفولت تري اللي هي بتبقى على الجنب دي، بتدوس على تفتح السهم ده فبتجي لك الماتيريالز. طيب بالنسبه للفيرجنات القديمه يجيب الماتيريال منين؟ بيدوس بي اللي هي باكت،
اختصار لكلمة باكت، او يجيبها من فوق اللي هي بين باكت اللي علامة الجردل دي. هيبدأ يفتح له قائمة زي دي بالظبط، خاصة بس بالماتيريالز، مفيش الحاجات اللي هي اللي فوق دي، لا كومبوننتس ولا ستايلز ولا الكلام ده كله. فده طريقة اللي انا ازاي اوصل للماتيريالز اللي جوه سكتش اب. طيب هنيجي كده، هيبقى عندنا في حاجتين، في حاجة اسمها سيلكت، في حاجة اسمها ايديت. سيلكت دي اللي انت بتختار الماتيريال الاول اللي انت عايز تشتغل عليها. فلو جيت فتحت من هنا هنلاقي ان هو في حاجتين، في ان موديل وفي حاجه اسمها ماتيريالز. ان موديل دي اللي انت لو فتحتها هتلاحظ ان دي كل الماتيريالز اللي انت اشتغلت عليها جوه الفايل ده، حتى بعد ما انت مسحتها بتفضل برضو موجوده كهيستوري يعني. خلاص كده. بعد كده لو جيت فتحت كلمه ماتيريالز دي هلاحظ انه نزل لي اكتر من فولدر. الحاجه دي طبعا ديفولت نازله مع سكتش اب، وطبعا انا يعني مش هكتفي بيها، لان طبعا دي يعني مكتبه صغيره جدا، اكيد انا هبقى عاوز اجيب حاجات من على النت. فده طبعا متاح ليا من خلال ان انا اجيب اي ماتيريال من على جوجل وابدا اعمل لها امبورت جوه سكتش اب. طيب خلينا دلوقتي بس نشوف الاول الماتيريالز اللي عندي اللي هي الديفولت. انا عندي في حاجات في فولدر مثلا اسمه 3 دي برينتينج، في اسفلت اند كونكريت، في بريك كلادينج، اند في كولرز، في جلاس، في لاندسكيب، في ميتال، في وود، في حاجات كتيره جدا. فالحاجات دي انا هشوف انا محتاجها ان انا استخدمها ولا اللي انا مش هكتفي بيها واجيب حاجات من على النت. دلوقتي مثلا انا عاوزه ابدا ادي ماتيريال للسطح الخارجي او الواجهه الخارجيه بتاعه المبنى بتاعي ده. فواحد ممكن يقول انا عاوزه اديها مثلا خامه انها تبقى بريك لونه اللي هو اللون ده. فجاء عمل سيلكت، فتح طبعا يعني انتوا زي ما شفتوا انا فتحت الفولدر نفسه بتاع البريك، يعني جيت كده اهو من الماتيريالز واخترت بريك وعجبتني الخامة دي فدوست عليها كده فطلعت لي فوق اهي زي ما انتوا شايفين. فهبدأ دلوقتي ان انا اعمل سيلكت على الفيس اللي انا عاوزة ارمي عليه الماتيريال وابدأ احط كده كده الون بقى كني بلون الواجهات بتاعتي. طيب بعد ما عملت كده لاحظت ان البريك نفسه التكتشر بتاعته او حجم المداميك نفسها صغيرة، فانا عاوز اكبر التكتشر دي. فاكبرها ازاي؟ فتيجي كده من edit، طبعا دلوقتي دخلت في تعديل الماتيريال. انا في الاول كنت بعمل select فاختارت بختار بس الماتيريال، كان دلوقتي انا عاوز اعمل editing للماتيريال. فطبعا طالما هي مقرية فوق كده انا بعمل edit على الماتيريال اللي مقرية فوق دي اللي هي الايه البريك. خلاص كده. وهبدأ اشوف انه في حاجة تحت كده في علامة اللي هي اللي هي بالافقي كده وفي بالرأسي. الافقي ده اللي هو انت بتعمل لها ستريتش في اتجاه اللي هو العرضي وفي ستريتش في اتجاه الطولي. ونلاحظ برضو انه في برضو علامة اللي هي اللينك دي، انه لما تغير مثلا العرض يتغير مع الطول، لكن لو جيت فصلت او دوست عليها كده هتلاقيها اتفصلت. معنى كده ان انت لو غيرت العرض ملوش علاقة بالطول، او لو جيت غيرت الطول ملوش علاقة برضو بالعرض. طب تعال نشوف الكلام ده عمليا بقى عامل ازاي. الاول هخليهم لينكد ببعض. فدلوقتي مثلا لو كبرت الخامة، هي دلوقتي معمولة 46 يعني اكنها 50 سنتي مثلا. فدلوقتي مثلا انا هخليها مثلا يعني خليها متر، فابتدت انها تكبر وابتدت تكبر في كل الماتيريال. ما خلاص ان انا بغير في الماتيريال كلها، انا بغير دلوقتي في الخامة كلها. طيب انا مش عاجبني المتر وعاوز اكبرها اكتر من كده، مثلا اعملها متر ونص. فابتدت زي ما انتم شايفين انها بتكبر وبيكبر معاها الطول برضو، يعني هي نسبة وتناسب، كل ما بتكبر العرض بيكبر مع الطول. طيب واحد تاني يقول لي لا انا عايز اعملها هي نفسها ستريتش في العرض بس، لكن الطول ما يتغيرش. بقول له ممكن عادي، هتيجي تفصل دي كده ومثلا دي هخليها متر ونص، انا دي هخليها مثلا بدل ما هي 67 انا هخليها مثلا متر. تعالوا نشوف كده. ابتدى انه الطول بيكبر ملوش علاقة بالعرض. طب تعالوا نخليها مثلا متر ونص في متر ونص. فابتدت هو الطول احنا عمالين نعمل لها ستريتش كده طولي والعرض ثابت. وهكذا بقى تبدأ تغير لغاية ما توصل للمقاس اللي انت شايفه. في برضو فكرة تانية برضو ان انا باجي كده اعمل
سلكت على الماتريال او على الفيس نفسه اهو زي ما انتم شايفين، وابدا اعمل كليك يمين كده وابدا اختار حاجه اسمها تكتشر، وبعد كده بوزيشن. بيجي لي 4 حاجات خلاص. الحاجه الاولانيه والحاجه اللي تهمني قوي الروتيشن، اللي انا عاوزه ان انا اعمل لها روتيشن زي ما انتم شايفين كده اهو، وفي نفس الوقت بيكبرها يعني بيكبر الماتيريال. بس هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان انا لو جيت كده وعجبني مثلا ان انا كبرتها في الاتجاه ده ودي دوست كليك يمين دن، هتلاحظ انها كبرت في الفيس ده بس، لان انا غيرت على الواجهة دي بس ما غيرتش في باقي الواجهات. طب انا عاوزة الواجهات كلها تتغير، اعمل ايه؟ باجي كده على الماتيريال بتاعتي وبعمل الت، تمام، الت الت اللي انا سحبت القطرة دي او القطارة اللي بيسموها قطارة، فجأة انا سحبت الماتيريال اللي انا غيرت فيها، اوكي، وهبدأ ان انا ارميها على اي وجه انا عاوزاه يتغير فيه، فكده تبقى ظبطت في كل الايه الوجهات اللي انا عملتها. يعني معنى كده انه الحركة اللي انا عملتها لتغيير الماتيريال لما دوست من على الفيس دي غيرت لي بس في وجهة واحدة، لان انا كنت مشاور على الواجهة بس. لكن لما باجي اغير من الماتيريال نفسها، من الماتيريال نفسها اللي هو اهي دي كده الماتيريال اهو، سحبتها من الباكت فظهرت لي هنا وعملت اديتنج مثلا، بدل ما هي مثلا متر ونص خليتها مثلا 5 و5، ابتدت تتغير في كله لان انا غيرتها من خلال الماتيريال اللي هنا، ما غيرتش في وجه واحد زي ما انا ايه عملت. طيب خلينا كده نرجع للحاجة الأصلية اللي كانت عليها، اللي هي مثلا دي اللي هي كانت مثلا متر ونص في متر ونص. ودلوقتي تعالوا نشوف باقي الحاجات بتعمل ايه. انا برضو في خانة الايديتنج انا بعمل ايديتنج لجوه الماتيريال نفسها. فدلوقتي مثلا واحد يقول لي انا مش عاجبني اللون البيج ده، انا عاوز ان انا اغيره، عاوز ان انا مثلا اخليه لونه يبقى اتقل شوية من لون البيج، يعني يبقى بيج برضو بس مدرجاته. فعندك العلامة دي تقدر ان انت تسحب كده الماتيريال وتغير براحتك في الماتيريال لحد ما توصل للون اللي انت عاوزه. مثلا واحد عاجبه اللون ده فايتس اوكي، ممكن تلعب في الكالر ويل ده وتغير في اللون اللي انت عاوزه برضو براحتك. هاجي كده مثلا وغير مثلا اخليه مدرجات اللون مثلا البني هات مثلا اهو، او ده العب لحد ما اجيب اي لون، شال حتى الاخضر اي لون. يعني اكيد طبعا الماتيريالز دي يعني اكيد اللون الاخضر ولا البنفسجي ولا الكلام ده حقيقي، بس احنا بنقول لو بندي مثال يعني اللي انا بغير فيه اللون، ف انا بغير في الكالر ويل هنا يجيب لي اللون اللي انا عاوزه خلاص كده. فانا مثلا رسيت على اللون ده وهبدأ مثلا افتح شوية، ده كده اللون اللي انا عملته. طيب في حاجة تانية برضو، انه انا ممكن ابقى مدية تكتشر لحاجة معينة تانية. خلينا نشوف مثلا لو هرجع برضو لخانة السلكت وابدأ مثلا اشوف ان انا عاوزة ادي الارضية دي ماتيريال تانية مثلا، فانا عاوزة مثلا اديها خشب، فهاجي للوود هنا وهاجي بس اختار الماتيريال دي وهبدأ ان انا احطها هنا. فجيت بعد ما حطيت الماتيريال اللي هي الخشب دي، يعني هي نقطة يعني ملحوظة معرفش تعرفوها ولا لأ، انه اتجاه الخشب بيكون في الاتجاه الطويل. يعني دلوقتي الخشب جاي عامل كده في الاتجاه القصير، انا عاوزة اقلب الماتيريال واخليها تبقى في اتجاه الايه في الاتجاه الطويل. فهاجي كده همسك الماتيريال كليك يمين اختار تكتشر بوزيشن، تمام. المره دي انا هعمل الروتيشن، مش فكره انا بكبرها دلوقتي، انا بغير بس اتجاه الماتيريال، انا عاوزاه يكون في اتجاه الايه الطولي اللي هو اطول ضلع خلاص كده، مش في الاتجاه العرضي. بعد ما عملت كده هدوس كليك يمين دن خلاص كده. ده بالنسبه لي كده انا غيرت الروتيشن بتاع الماتيريال. طيب بعد ما عملت كده حسيت انه طب انا عاوزة اللون الخشب اللي انا عاملاه ده يكون من نفس اللون بتاع الحيطة الحوائط، وانا مش عارفة، مش هقعد ادور في الكالر ويل على نفس درجة اللون ده، اكيد مش هوصلها هي هي. فانا دلوقتي عاوزة اعمل editing في الماتيريال صح، فاحنا قلنا ال editing بنعمله عن طريق edit. طبعا الخامة هي عندي مقرية فوق، معنى كده ان انا هقدر اغير في الخامة بتاعت الخشب، تمام. في عندي حاجتين علشان اقدر اجيب نفس اللون بتاع الحوائط، في عندي دي اللي هي match color of object
ان موديل، هاجي كده عليها تمام، وهيقول لك ماتش من الموديل اي لون انت عاوزه. فجيت كده عملت بالقطرة لقط اللون، فلقط لي نفس الخشب، خلاهولي نفس اللون بتاع الايه الحوائط. طيب انا هرجع بس كده، ده كده لون الخشب اللي هو الطبيعي، وهرجع تاني اعيد على الملحوظة دي. احنا عندنا هنا حاجتين، الحاجة اللي هي الاولانية اللي هي match color of object in model، دي ان انا اقدر اماتش اي لون من الموديل، اقدر اجيبه واخلي الكالر بتاعي بتاع الخشب يبقى نفس الكالر ده. طيب احنا كنا خدنا مثلا اللون بتاع الحوائط، ممكن اخد اللون مثلا بتاع ال مثلا الدروة اللي فوق، او اللي هو اللون الابيض، ممكن هاجي كده وادوس هيطلع لي لون ابيض. فاذا هو خد لي اي لون من الموديل نفسه. طيب واحد تاني يقول لي لا انا عاوز انه الارضية تكون اللون الاخضر بتاع الباك جراوند ده، هل ده ينفع؟ اه ينفع طبعا، اكيد ده مش حقيقي يعني، بس خلينا نشوف ايه الاوبشن اللي ممكن يعمل كده. هتيجي على دي اللي هي ماتش كلر اون سكرين، انا دلوقتي بقدر من خلال السكرين بتاعت السكتشاب اقدر القط اي لون يبقى هو اللون بتاعي بتاع الخشب. ازاي؟ هاجي كده والقط اي لون انا عاوزه، اللون اللي هو مثلا الاخضر ده، لقط اللون ابتدى على طول يظهر لي اللون بتاع الارضية او اللي هو الباك جراوند اللي هي الخضر. الله، هو بس في خلال فيو بورت ده هنا، ولا ممكن كمان من الاوبشنز اللي فوق؟ كمان ممكن من الاوبشنز اللي فوق، يعني ممكن مثلا واحد عاجبه اللون اللي هو الاحمر بتاع علامة الروتيشن يقدر ان هو ياخدها منه. اكيد طبعا الموضوع ده مش ريل قوي يعني، مش حقيقي طبعا، بس احنا بنتكلم يعني لو عجبك درجة وفعلا متمسك بيها وعايز تجيبها، فتقدر تجيبها من خلال الحاجتين دول. تقدر برضو تغير في اللون بتاع الماتيريال زي ما اتفقنا برضو من خلال العلامة دي، او من كالر ويل اقدر برضو اغير في اللون بتاع الخشب، نفس اللي عملته بالظبط في الواجهة. اقدر برضو اللي انا العب في سكيل الحاجة من خلال البتاعة دي، ومن خلال برضو الاوبشن اللي احنا كنا اتفقنا عليه، اللي انا باجي كده كليك يمين تكتشر بوزيشن، واقدر ان انا وانا بكبر البتاع اقدر ان انا العب في مقاسها. تمام كده. انا بس هرجعها الاول تبقى تاخد البوزيشن بتاعها اهو كده ودن خلاص كده. طيب جيت وعاوزه القط نفس الماتيريال دي بنفس السكيل بتاعها، عاوزه احطه هنا خلاص كده، فهاجي كده اهي نفس الماتيريال بتاعتي، واجي هلقط الايه الخامه اللي انا عملتها تمام كده. وهنلاحظ ان دي جايه بالطول او يعني جايه في الاتجاه الطويل، ودي جايه في الاتجاه الـ يعني الطولي برضو، بس مش مظبوطه. فانا لو عاوزه انقلها اعملها ازاي؟ يعني اخليها برضو في نفس الاتجاه ده، قلنا بنيجي كده بندوس الت تمام، بدوس على السلكت الاول بدوس الت، او بسحب الالترا من هنا واجي كده هلقط الماتيريال هنا واحطها هنا، هتتنقل بنفس الاحداثيات بتاعتها اللي هي العرضية عشان يبقى ده موازي لده. تمام كده. طبعا دي يعني شبه مربع فمش فارقة قوي الموضوع يعني، بس لو خدنا بالنا هنلاحظ ان ده الضلع الطويل، فمحتاج انه الخشب يجي في الاتجاه ده زي ما كنت عاملة الاتجاه ده. فدلوقتي بس تلخيص سريع للموضوع ده، انا دلوقتي اقدر ان انا اعمل اديتنج لاي ماتيريال من خلال الاديت، علامه الاديت دي، اقدر ان انا اغير في اللون بتاعها نفسه، اقدر ان انا افتح واغمق اللون اللي انا اخترته او اللون الاصلي، اقدر ان انا اخد اعمل ماتش لاي كلر انا محتاجاه سواء في الموديل او سواء من خلال الاداه دي لاي حاجه جوه السكرين بتاعتي، اقدر برده ان انا العب في المقاسات بتاعتها. وهنقول موضوع الاوباسيتي ده بس مش هتكلم عليه دلوقتي، بتكلم عليه في الازاز. ممكن برضو ان انا اقدر ان انا العب في الروتيشن بتاع الماتيريال نفسها، لو عاوز اعمل لها روتيشن في الاتجاه الطويل، باجي كده اعمل سيلكت على الماتيريال كليك يمين تكتشر بوزيشن، وابدا ان انا اعمل روتيشن للحاجه. في
عشان برضو نبقى قفلنا الموضوع ده، في علامة الموف اللي انا ممكن اقدر اسحب الماتيريال اجيبها كده اجيبها كده، برضو في علامة اللي هي دي تقدر ان انت تعمل زي perspective للماتيريال بتاعتك، مش بنستخدمها قوي هي والتانية برضو، هوريها لكم التانية دي اللي هي برضو بتشد الماتيريال بتعمل لها برضو يعني بتسحبها اكنك بتظبطها perspective يعني. بس يعني دي لو انت حالة الماتيريال نفسها اللي انت جايبها من على النت اصلا مش مستوية، يعني جاية بزاوية اكن حد مصورها يعني، مش اكنها معمول لها زي سكاننج يعني. خلاص كده، بس الكلام ده احنا مش بنستخدمه كتير، احنا بنستخدمه بس mainly اللي هما حاجتين اللي هو الروتيشن والموف. فكده ابقى قدرت ان انا اظبط الماتيريال بتاعت سواء الارضية او الحوائط. في برضو حاجة تانية برضو عايزاكم تعرفوها، لو انا بقى عاوز اجيب ماتيريال من على النت، لو انا عاوز اجيب ماتيريال من على النت، انا هاجي برضو ارجع على قائمة السلكت خالص، ماليش دعوه خالص بعلامه الايديت. انا دلوقتي عاوزه اجيب ماتيريال من اول وجديد، يعني اكريت انا ماتيريال. فعشان تكريت انت ماتيريال بتيجي عند العلامه دي وتعمل كريت ماتيريال، تمام؟ هيقول لك اختار، هو دلوقتي بس قاري الماتيريال دي بس مالكش دعوه بس بقصه ان هو قاريها. فتعالى مثلا على العلامه دي كده، تمام؟ وهيبقى عندك مثلا مكتبه انت منزل فيها الماتيريالز من على النت. طب انا بكتب ايه عشان اجيب اي ماتيريال على النت؟ بتيجي كده تدخل على جوجل وتكتب اي ماتيريال اللي انت عاوزها. انا كنت كاتبه هنا هشمه ستون تايلز اللي هو حجر الهشمه، تايلز اللي هو يعني تبقى عباره عن زي صفوف، ما تبقاش الماتيريال يعني حجر يعني تبقى بس ماتيريال كده، لا انا عاوزاها تبقى صفوف يعني يبقى باين فيها العراميس اللي في النص دي. فانا كده كتبت تايلز، فمثلا عجبني الماتيريالز دي، دخلت عليها لقيت انه صغيره، يعني انتوا واخدين بالكم انها صغيره كده. طبعا كل ما تكون صغيره كل ما الريزولوشن بتاعها نفسه في الموديل ما بيبقاش كويس، فانت المفروض بتدور على ماتيريال يكون تكون هاي ريزوليوشن او الريزولوشن بتاعها عالي. يعني حتى لو جيت بصيت كده عملت كده شاورت عليها هتلاحظ انها 171 في 280، ده المقاس بتاع الماتيريال نفسه مش كبير. طب تعالى مثلا نشوف حاجة زي كده، حاجة زي كده بص قريها ايه، 2339 في 3500، فاكيد ماتيريال زي كده هتكون الريزولوشن بتاعها افضل يعني. فانا كده هدوس، انا سيفت الصوره كده اهو، وهاجي على السكتش اب بتاعي هلاقي لقط اهي الماتيريال اللي انا سيفتها، هاجي عليها كده ادوس عليها. اهم حاجه بس انه دي تبقى مفتوحه، كل تبقى all supported images type، او تبقى معموله جي بي جي، اي حاجه خاصه بالماتيريالز، اي حاجه خاصه بالصور اللي انت بتنزل صوره. فعندك الاكستنشن بتاع الجي بي جي، عندك الاكستنشن بتاع البي ان جي، وغالبا خليك في الجي بي جي عشان ما تدخلش نفسك قصه هو الماتيريال وراها شفاف ولا مش وراها شفاف، فخليك دايما في الجي بي جي، تبقى دايما الصور اللي انت بتنزلها جي بي جي. فدلوقتي انا هدوس دبل كليك كده، انا فتحت الماتيريال اهي زي ما انتم شايفين، هدوس اوكي كده الماتيريال ابتدت تتقري عندي كماتيريال جديده. اقدر بقى ان انا ابدا احطها على الحوائط عندي، ابدا ان انا اقدر ان انا اعمل لها اديتنج براحتي برضو. مثلا اللون ده عجبني عاوزه ان انا اغمقه شويه براحتي، فهاجي كده انا هفتحه شويه كده اهو، تمام. وابدا مثلا انا دلوقتي كده دوست على الماتيريال عشان القطها بالباكت، وهبدا ان انا احطها على الفيس بتاعي اهو كده. دي الماتيريال اللي انا منزلاها على من على النت، فابتديت ان انا احط الماتيريال على الواجهة بتاعتي. طيب عاوزة اكبرها عاوزة اصغرها عن طريق الحاجات دي زي ما اتفقنا، خليها مثلا دي 2 متر اكبرها شوية مثلا. وهي طبعا العلامة دي مفتوحة، معنى كده انه هي بتتغير نسبة وتناسب، الطول والعرض بيتغيروا مع بعض. فده كده طريقة ان انا انزل حاجة من على النت. طيب احيانا بقى ببقى مستخدمة نفس الخامة، مستخدمها كتير. يعني ايه؟ يعني جيت مثلا في مبنى تاني او في نفس حتى المبنى، وجيت مستخدمة نفس الماتيريال بتاعت الوود دي، عملتها هي بالقطر، وابتديت ان انا احطها مثلا يعني في في مبنى تاني او في حاجة تانية، حطيت نفس الوود ده وعاوزة ان انا
اغير الماتيريال، اجيب ماتيريال من على النت وود برضو، بس اغيرها مره واحده، يعني بدل ما اقعد ايه انا دلوقتي هجيب الماتيريال من على النت وافضل اماتش بقى، احط بقى الماتيريال دي هنا وبعدين هنا وهنا 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 وكل الفيسز دي. طبعا الموضوع هيبقى مرهق جدا، وخصوصا لو الماتيريال يعني لو انت حاطط الماتيريال دي في حتت كتيره جدا في الموديل. فقال لك هتعمل ايه؟ قال لك هتيجي على الماتيريال دلوقتي اهي نفسها في الايديتنج، وتبدا تعمل براوز فور ماتيريال ايمج، تمام كده، وتبدا تختار الماتيريال اللي انت عاوز ان انت تريبليس الماتيريال الاصليه بيها. يعني انا مثلا اخترت الوود ده وهدوس اوبن. بصوا لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان الماتيريال كلها اتشالت، كلها اتشالت واتقرت الماتيريال الجديده، مش ان انا عملت كرييت ماتيريال، انا من جوه الماتيريال نفسها وغيرت التكتشر نفسها. يعني انا دلوقتي جوه الماتيريال نفسها في الايديتنج ابتديت ان انا اعمل براوز فور ماتيريال ايمج فايل، يعني ابدا اغير اعمل ريبليس للماتيريال نفسها. غير الطريقه الاولى، الطريقه الاولى اللي هي اللي انا بعمل امبورت الماتيريال الجديده، فباجي كده على السلكت وباجي اختار كرييت ماتيريال. اه هي اتقرت هنا الماتيريال، بس هو مش هيغير لك في الماتيريال الاصليه، هو يبدا يعمل لك براوسنج لماتيريال جديده او يختار لك ماتيريال جديده، ومش هيغير في الماتيريال، يعني ستيل الماتيريال هتفضل موجوده زي ما هي ما اتغيرتش. ازاي؟ تعالوا برضو نجرب تاني عشان نوريكم الفرق بينهم. ادي ده كده عملت براوسنج، اخترت مثلا التكتشر دي اللي انا جايباها، دوس اوبن، كده اتقرت عندي ولكن هي ما اتغيرتش، يعني الوود لسه ما زال موجود. هدوس اوكي ابتدت تتقري هنا عندي، ما اتغيرتش في الماتيريالز اللي هي الوود الاصلي، عشان بس الناس تبقى فاهمه الفرق بين الاثنين. انا ال 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 الحاجه الاولانيه اللي انا شرحتها في الاول اللي هي اللي انا بعمل كرييت للماتيريال. الحاجه الثانيه اللي انا الماتيريال عندي بس انا عاوزه اغيرها في الموديل كله بقى، بدل ما اقعد اعمل سيلكت على كل فيس وابدا ان انا اغير كل فيس واخد الوود، انا عاوزه اعمل ريبليس للتكتشر بتاعت الود دي بتكتشر تانية. فابتديت ان انا جوه التكتشر بتاعت الود نفسها لما عملت لها ايه كده، انا قريتها اهي جوه الايديتنج نفسه، ابدا ان انا اعمل براوسنج للماتيريال من اول وجديد خلاص كده. فابدا اعمل لها ريبليس تماما خامه الود نفسه. ده بالنسبه للكرييتنج ماتيريال، وازاي ان انا اغير في اللون بتاعه، ازاي ان انا اغمق افتح، ازاي ان انا اخد اعمل ماتش من اي ماتيريال اللي انا عاوزاها، ازاي ان انا اعمل ماتش من السكرين نفسها، ازاي ان انا اعمل ريبليس اصلا التكتشر اللي موجوده، او ان انا اعمل كرييت لماتيريال من اول وجديد خلاص كده. طيب في حاجه بقى اخيره، لو انا بشتغل مثلا على شباك، مثلا حاجة زي الشباك اللي موجود ده، فعاوزة دلوقتي ان انا ابدأ اسحب الماتيريال بتاعته دي علشان ابدأ انا اعمل له كرييت للماتيريال. فاجي كده اهي من علامة القطر اسحب الماتيريال، ارى لي والله ان الكالر بتاعها كالر اندرسكور 000، انا مش دعوة بالكالر اللي موجود ده، بس هاجي كده اعمل ايديت او ان انا اعمل سيلكت، وابدأ ان انا في الكالرز ابدا اشوف مثلا لون لبني او حاجه اهو لبني مثلا، وابدا ان انا ارميه على الشباك بتاعي ده كده اهو اللون اللبني. وهاجي انا دلوقتي عاوزه اقلل الاوباسيتي بتاعته، اقلل الشفافيه بتاعته عشان يلقط اللي وراه، ما هو دلوقتي ازاز شفاف. هاجي كده في الايديت وفي عندي قائمه تحت كده او خانه تحت كده اسمها اوباسيتي، بس دي اللي هي الشفافيه بتاعت الحاجه. فلو جيت كده وفتحت، كل ما باجي افتح للابيض خالص كده كده خلاص ما بقاش فيه لون، كل ما باجي ازود في اتجاه اللون بيبدا اللون نفسه يظهر في النص كده. انت يعني بتحاول انت توصل لشفافيه معينه ما بين اللون نفسه وما بين انها توصل لانها تبقى شفاف اهو كده كده، هي واخده لون لبني وفي نفس الوقت شفاف. ده بالنسبه للكالرز او للماتيريالز اللي انا حطيتها للموديل بتاعي. طيب خلينا نتكلم على حاجة تانية في سكتش اب لطيفة جدا، ودي اللي بتميزه يمكن عن برامج تانية. سكتش اب فيه حاجة اسمها ستايلز،
اللي هو الشكل اللي انت بتطلع بيه الموديل بتاعك. طبعا الستايلز دي متعددة جدا ومتنوعة جدا. خلينا كده ناخد فكرة سريعة عنها. بس قبل ما ناخد فكرة سريعة عنها خلينا نشوف هي بنجيبها منين. برضو في الفيرجنات الجديدة بنجيبها من الديفولت تري كده، بيبقى فيه خانة كده اسمها ستايلز، بنفتح الستايلز منها او عن طريق انه احنا لو شغالين في الفيرجنز القديمة بنلاقيها من ويندو، وهنلاقي في حاجة اسمها ستايلز فهنفتحها هتفتح لنا نفس القائمة دي لوحدها كده. فخلينا دلوقتي نشوف الستايلز دي عبارة عن ايه. لو جيت فتحت الستايلز هنا هي برضو عاملة زي الماتيريالز، فيها سيلكت وفيها اديت. فانا دلوقتي في خانة السيلكت وهنشوف دلوقتي ايه الحاجات اللي موجودة. في حاجة برضو اسمها ان موديل، اللي هي برضو كل الستايلز اللي عندك في الموديل اللي انت استخدمتها، سواء اشتغلت بيها او مثلا عدلت عليها او اشتغلت على حاجات تانية، فهي برضو بتفضل كهيستوري. برضو في بقى بعد كده هنخش على الستايلز دي، هيفتح لك برضو اكتر من فولدر، كل فولدر فيه ستايلز معينة. ممكن انت تعمل طبعا الكرييت، تكريت الستايل بتاعك بعدين. فانا مثلا لو دخلت على الديفولت، الديفولت ستايل، هنلاحظ انه في اللي هو اللي انت اول ما بتيجي تفتح السكتش اب بتلاقيه. طبعا لو عمل كده يعني احيانا كتير لو انت واخد سيكشن في الموديل وجيت تفتح اي ستايل بتلاقيه عمل كده، فعادي جدا هتروح عامل ديسبلاي كات سيكشن كات فهيظهر لك الموديل تاني. ده بيبقى زي بج او حاجة بيظهر في الموديل يعني. فدلوقتي انا مثلا لو اخترت اللي هو الديفولت ستايل اللي انا اول ما اجي بفتح بلاقيه الديفولت ستايل ده، اللي هو بيبقى السما زي ما انتم شايفين والارضيه الباك جراوند بتاعي لونه كده اخضر. ده طبعا الستايل ده انا ينفع ان انا اغير فيه، بعمل عن طريق الايديت وابدا اشوف الحاجات دي. الحاجات دي بقى بتمسك الفيو بورت حته حته. اول حاجه العلامه دي اللي هي علامه الخطوط، الخطوط بتاعه الموديل، انت عاوز الخطوط تبقى شكلها عامل ازاي، عاوز يبقى فيه ايدجز ولا لا. يعني ايه ايدجز؟ اللي هي الخطوط نفسها. السكتش اب بيبقى عامل زي اكنك راسم رسم كرتوني شويه، لان انت شايف الخطوط، فانت عاوز تلغي الخطوط خالص فبتدوس علامه الايدجز دي، فبتلاقي انه انت مش شايف خطوط، يمكن بس الخطوط اللي هي اللي بتحدد شويه الموديل اللي هي قريبة من النهايات يعني. لكن غير كده الموديل بيبقى اغلبه ما فيش خطوط يعني. ممكن برضو تلغي البروفايلز فتبقى خلاص لغيت خالص موضوع الخطوط خالص. ده لو انت عاوز تعمل الموديل يبقى شوية اكنه يعني مش هنقول ريندرد، بس يعني شوية ما فيهوش خطوط، فيديك احساس ان هو الى حد ما الى حد ما قرب شوية من الحقيقي. خلاص كده. فدلوقتي بس هرجع الايدجز وهرجع البروفايلز عشان هنبدأ نتكلم على حاجة حاجة. في حاجة اسمها الباك ايدجز اللي هي الخطوط الداخلية المنقطة. الخطوط المنقطة دي انا مش شرط ان انا اظهرها من خلال الستايل، يعني ايه يعني ممكن ادوس كي يظهرها لي برضو. يعني الكي هو اختصار للدوتد، الحاجات اللي هي الحاجات اللي من ورا اللي انت مش شايفها. خلاص كده. او ان انت بتيجي في الستايل نفسه وتتعلم عليها صح. فانا حاليا دلوقتي بس مش عاوزاها. البروفايلز انت عاوز الخطوط تبقى عاملة ازاي وحدتها، ممكن تغير، ممكن تبقى مثلا 8 مثلا. فالبروفايل طبعا اللي هو الاوت لاين بتاع الموديل يعني. فطبعا كل ما بتكتر ما بتبقاش حلوة قوي يعني. في ناس ما بتحبش اصلا انها تبقى موجودة في الموديل. في حاجة اسمها الدبس كيو برضو، اللي هو يعني برضو بنتكلم على سمكة الخطوط والكلام ده كله. في حاجة بس اسمها اكستنشن، انا هشيل بس الدبس كيو عشان الناس تبدأ تشوف الاكستنشن ده عبارة عن ايه. الاكستنشن اللي هو تشنيبات بتاعة الخطوط، يعني لو خدتوا بالكم الخطوط دلوقتي متشنبة كأنه فري هاند يعني. فانا اساسا هخلي الاكستنشن بتاعي 5، فتلاحظ ان الخطوط متشنبة كده زي شغل الفري هاند شوية. في حاجة اسمها الاند بوينت اللي هي النقط بتاعة النقط يعني عامة، ممكن برضو طبعا تزودها تقللها براحتك خالص. حاجة اسمها الجتر اللي هي الجتر اللي هي التقطيع بتاع الخطوط، يعني لو جيت خدت بالكم كده الخطوط دلوقتي بقت متقطعة. لو نهيت كده اند بوينت تحس الخطوط نفسها متقطعة مش خطوط سموث، فده بقى تديك شوية احساس الفري هاند او
الحاجة كأنها مرسومة يدويا يعني. ده كده بالنسبة للخطوط، يعني أول حاجة في الإيديتنج اللي هي الخطوط اللي هي اسمها Edge Settings. في بعد كده في الجزء اللي هو الخاص بالفيسز اللي هي الوشوش. احنا كنا متفقين اول ما دخلنا على الموديل انه في وشين، في الوش اللي هو الابيض وفي الوش اللي هو الرمادي. انت ممكن من خلال الستايل بتاعك تخلي كله ابيض، بدل ما واحد يبقى ابيض وواحد يبقى رمادي، مع ان الموضوع ده برضو ما بيفرقش يعني. برضو السكتش اب حتى لو انت عامل ان الباك كولر يبقى لونه ابيض، ولما جيت ترسم المربع رسمته وهو انت مش واخد بالك طبعا لان هو لونه ابيض، فمش واخد بالك ان ده اترسم باك كولر، وجيت تسحب هتلاقيه برضو بيتسحب بالسالب، فهي ملهاش حل يعني. الفكرة هو برضو بيتعامل لانه في وايت، في فرونت كولر وفي باك كولر، والاتنين سواء كانوا لونهم ابيض سواء كان لونهم اي حاجة في الدنيا، بس ستيل ان الباك كولر بيتعامل معاملة السالب. في بقى بعد كده اللي هو الجزء الخاص بالباك جراوند. فاحنا عندنا مثلا الباك جراوند هنا اللي هي الجرين، الجزء اللي هو الجرين. عاوز تغير السكاي، عاوز تحطها، مش عاوزها اصلا ممكن تشيلها. عاوز تحط جراوند لنفسك بالشكل ده، عاوزها تبقى ترانسبيرنت، تبقى شفافة، لو في حاجة تحت تبان. في ده برضه جزء خاص بالووتر مارك، ده الناس اللي بتعمل المودلز على النت وتبدأ ترفعها، فساعات بتحط الووتر مارك بتاع الشركة او صاحب الشغل نفسه بيبدأ يحطها، يعني مش هنستخدمها قوي. وفي برضه الجزء ده برضه مش هنستخدمه قوي، ده خاص برضه بالحاجات اللي هي في المودل نفسه، سواء الجايد سواء الاكسات سواء السكشن في اللي عاوزه يبقى لونه ايه. يعني ممكن تغير دي حاجة، يمكن تغيرها اللي هو السكشن في. احيانا الناس مش عاوزة تبقى لما تيجي تقطع في سكشن مثلا يبقى لونه اسود، عاوزاه مثلا يبقى لونه بني مثلا او لون اورنج مثلا. ده طبعا براحتك، انت ممكن تغيره في الستايل بتاعك. فانا بس هوريكم مثلا ستايلز مختلفة في سكتش اب، حاجة اسمها سكتشي ايدجز مثلا، اللي انت ممكن تبقى طبعا احنا قلنا لو ده ظهر لنا عادي خالص بنعمل بس ايه الموضوع السكشن نظبطه من فوق، سواء بنعمل هايد للبلين او اللي احنا بنعمل هايد كمان للكات. تمام كده. فظهر لي مثلا موديل كده، في ناس بتحب انها تطبع على شاسيه لونه اسود، او ممكن انها شوت كده معين عاوزة تعمله لونه اسود، فده يعني ستايل يناسبك جدا. في كمان ستايلات تانية برضو، ده ستايل لكنه معمول بالقلم اللي هو الحبر اللي هو التقيل. برضو نفس الكلام، بنتكلم يمكن الخطوط شوية مختلفة. لو بقى قعدت تدور في كده، انا همسح بس السكشن عشان ما اقعدش كل شوية يعمل لي الحركة دي. فبتدور برضو في فري هاند، وكمان ممكن تبدأ ترمي ظل، فالموضوع يبان ان هو كأنه مرسوم يدويا لما تيجي تطبع حاجة زي كده. فطبعا دي من الحاجات الجميلة جدا في سكتش اب اللي مش موجودة الصراحة في اي برنامج تاني، ان انت ممكن تتحكم في الخطوط. يعني اعتقد يعني ده شوية شبه رصاص، يعني كأنك بترسم بقلم رصاص وكمان مديله ظل، فحاجة جميلة جدا بصراحة. ممكن كمان تبقى برضو هنا بتستخدم برضو ستريت لاينز، يعني مفيش تشنيبات او تحس اللي هو الخط ملوش، يعني ملوش حاجات اكستنشنز يعني. في حاجات برضو تانية، ستايل بيلدر لو مثلا عاوز تطبع شوت معين انت شايف ان هو مميز عندك في المشروع ده، ممكن والله تبقى مثلا عامل شوت برضو هنا مميز، يبدأ السحابة اللي من فوق دي تبدأ تبان، فتبقى شكلها لطيف اكنك بتطبع على ورق، يعني اللي هو النص سنتي ده. هنا ممكن تكون اكنك بتطبع على ورق اللي هو عامل زي الكرتون ده. برضو حاجات كتيرة جدا يعني بنستخدمها في الشطات بتاعتنا المميزة يعني، او ان انت ممكن تطبع كل شاسيه باللون ده. طبعا بقى يعني انت قادر ان انت تتحكم في كل حاجة. يعني انا مثلا دلوقتي لو يعني انا مثلا هطلع لكم اكتر ستايل انا بحب اشتغل بيه، اللي هو ده
ديفولت ستايل، كاتو ستايل بقى مثلا بالستايل اللي هو الابيض خالص ده. بحب ارمي ظل كده زي ما انتم شايفين، وببدا ان انا اغير في الخطوط بتاعتي في الايدجز، ارجع للايدجز اهو، وببدا ان انا العب في الاكستنشنز، اخلي الاكستنشن مثلا 5 ولا حاجه، اعمل اند بوينت بسيط خالص مثلا 1 ولا حاجه، فبيبقى شكلها لطيف يعني، تحس ان هو فري هاند كمان لو الشطات بتاعتك كلها كده، فتبقى لطيفة. انت ممكن تطبع الكلام ده، ترص الشطات كلها في الشاسيه بتاعك وتبدأ ان انت تطبعها، وبعد ما تطبع تلون انت، فتبقى الحاجة كأنك راسمها فري هاند، فتبقى شكلها لطيف في المشروع ده. بالنسبة للستايلز فأعتقد الموضوع لطيف، وممكن تبدأ حتى تدور في حاجات كتيرة. بصوا يعني كأنك عامل اكس راي للمشروع، بتشوف ايه اللي جوه. في حاجات بقى تانية كتير قوي ممكن تبدأوا تتفرجوا عليها، مثلا ده ان انت بتشتغل الالوان اللي هي الفسفورية دي، فممكن تبدأوا ان انتوا تشوفوا موضوع الستايلز ده وتلعبوا حتى فيه، يعني كل ستايل ده وتخشوا عليه وتعملوا اديتنج ليه من خلال الايدجز، من خلال الفيس، من خلال الباك جراوند، وتبدأوا انتوا نفسكم ممكن تعملوا ستايل نفسكم مختلف يعني. يعني ممكن اجي مثلا في الستايل اللي هو اللي هو الديفولت الابيض، تمام، واجي اعمل اديت واخلي فيه اكستنشنز مثلا زي ما اخليها مثلا 5 وارمي ظل، واجي مثلا في الباك جراوند ادي سكاي بس، فتبدا تبقى شكلها لطيف. فممكن تلعب كتير لحد ما يبقى ليك انت ستايل معين انت شغال بيه، محدش زيك في الدفعه شغال بيه يعني. طيب خلينا ندخل على حاجة تانية يا شباب اسمها كومبوننت والجروب. ايه بقى الكومبوننت والجروب ده؟ تعالوا نشوف الاول. لو انا عندي مكعب خلاص زي كده، وجيت رحت مسكته كده وعملت له كوبي مثلا، فجيت قلت بعد ما عملت الكوبيز دي ان انا عاوزة اعدل في المكعب ده. فلما جيت اعدل فيه، هو مش بيتعدل في الباقي، هو بيتعدل بس في مكعب واحد. طيب احيانا بيبقى عندي مثلا في المبنى بتاعي شباك، وعاوزة اول ما اعدل الشباك ده يتعدل في الباقي، سواء مثلا حطيت فيه ماتيريال، سواء عدلت في الدايمنشنز بتاعته، سواء غيرت فيه اي حاجة عاوزاها تتعدل في باقي الشبابيك. اهي مش هقعد امسك شباك شباك في الموديل بتاعي واقعد اعدل فيه. ايه الحل في حاجة زي كده؟ قالك ان انت هتشتغل كومبوننت، علشان الكومبوننت دي اول ما بعملها واكررها ساعتها اي تعديل في اي كومبوننت منهم هتتعدل في الباقي. تعالوا نشوف الموضوع ده عملي. ادي مثلا المكعب بتاعي كده اهو، وقبل ما اجي ارفعه هدوس دبل كليك عليه علشان اعمل سيلكت عليه كله، تمام، وهاجي كده وادوس ميك كومبوننت خلاص كده، وهسمي الكومبوننت بتاعتي دي اي اسم، مثلا ممكن اسميه مثلا 1 خلاص كده، وهدوس كرييت كده، عمل لي مربع. هاجي اللي انا اعمله بالبوش اند بول، سوري كده، هلاقيه عامل لي علامه اللي هو ما ينفعش ان انا ارفعه. اما اعرف ارفعه ازاي؟ لازم ادوس عليه دبل كليك فيبدا يفتح لي الفريم اللي هو المنقط اللي انتم شايفينه كده. كده معناه ان انا بعرف اعمل اديت جوه الكومبوننت اللي انا عملتها خلاص كده، وهبدا ارفعه خلاص لفوق باي ارتفاع انا عاوزاه، اكني برسم مكعب عادي وارفعه. بعد ما رسمته هبدا امسكه واعمل له كوبي مثلا مرتين ثلاثه اي حاجه خلاص كده. وخلينا اكتر عدد النسخ عشان اوريكم شويه حاجات. فجيت دلوقتي كده وعاوزه اعدل في المكعب الاصلي. بصوا اول ما جيت عملت دبل كليك عشان ابدا اعدل، لان احنا متفقين اي كومبوننت ما ينفعش ان انا اعدل عليها من بره، لازم اعدل عليها من جوه خلاص كده. طيب جيت اعدل عليها، فجيت اول ما شاورت على السطح لقيته شاور على كل الكومبوننتس. كده معناه ان انا لو غيرت في الكومبوننت دي هيتغير في الباقي. الله، هو ده للكوبي اللي قصدي للبوكس الاصلي ولا للباقي كمان؟ يعني انا لو جيت عدلت في دي هتتعدل في الباقي؟ اه طبعا، طالما هي كوبي من الاصليه. فجيت كده هرفع عادي خالص، هيترفع كلهم، وهو خلاص دلوقتي نسي مين الاصليه ومين مش الاصليه، ولا يهمه اصلا، ولا احنا كمان يهمنا ايه مين الاصليه ومين الكوبيز.
فكده معناها ان انا اي حاجة اقدر اعدلها في الكومبوننت بتاعتي تقدر تتعدل في كل حاجة مرة واحدة من دون ما اقعد ادخل نفسي في ان انا امسك مثلا بوكس بوكس واقعد اعدل فيه نفس التعديلة اللي انا عدلتها. طبعا ده هيوفر عليا كتير قوي في الوقت لما بكون منزلة بيبان مثلا او شجر او اي حاجة بقى في الموديل بتاعي عملتها، لو عاوز اعدل عليها هتتعدل في الباقي كله. طيب واحد جه قال لي ايه؟ جه قال لي انه انا عاوز لما او قبل كده، خليني اقول على حاجة نقطة مهمة عشان في ناس بتنسى او ناس بتفهم حاجة غلط. دلوقتي انا لو مسكت دي من بره بدون ما اعمل لها اي اديت خلاص وجيت وعملت سكيل، هلاقيها بتتسكل عادي خالص بس من دون ما تغير في الباقي. ليه ما غيرتش في الباقي؟ لان انا ما عملتش اديت جوه الكومبوننت نفسها، انا بعمل اديت من بره. حتى لو عملت لها روتيشن، حتى لو عملت لها اي حاجه، هي بتتعدل من بره مش بتتعدل من جوه، وبالتالي اي كومبوننت تانية زيها مش هتتعدل لان انا بعدل من بره. طيب ايه الحاجات اللي مسموح لي ان انا اعدلها فتتعدل في باقي البلوكات؟ لو جيت عملت دبل كليك خلاص، انت مسموح لك ان انت عادي تعمل بوش اند بول، مسموح لك ان انت تعمل روتيشن، يعني انا لو جيت كده وعملت روتيشن هلاقي عادي بتعمل لهم روتيشن. مسموح لك ان انت تعمل لها موف من مكانها فبتتعدل في الباقي. فانت مسموح لك برضو ان انت تعمل اوفست، لو عاوز تعمل اوفست اهو مثلا جيت هنا وعاوز اعمل اوفست بتعمل برضو في الباقي. لو جيت وعملت سكيل برضو اهو بيعمل سكيل. طبعا كل حاجة بس من جوه الايديت بتاع الكومبوننت نفسه، ما ينفعش ان انت تعدل من بره وتستنى ان هم يتغيروا معاك، ده مش هيحصل. خلاص كده ده بالنسبة للايديتنج للكومبوننت من جوه. جميل. طيب في حاجة اسمها الانتيتي انفو، ودي اللي من خلالها اقدر اعرف هو انا الكومبوننتس دي متكررة عندي في الموديل قد ايه او عندي منها قد ايه. ايه هي الانتيتي انفو واجيبها منين؟ دلوقتي انا لو مسكت كده الكومبوننت بتاعتي دي وبصيت كده على الديفولت تري بتاعتي اللي بتبقى تظهر لي كده من الجنب، في حاجة اسمها انتيتي انفو بيبدأ اول ما بتيجي تعمل سيلكت على الكومبوننت بتاعتك وتبدأ تبص هنا هتلاقيه كاتب لك كل حاجة خاصة بالكومبوننت، حتى كاتب لك الفوليوم بتاعها قد ايه، الديفينيشن بتاعها او الاسم بتاعها ايه، وهي موجودة على لاير ايه، واللاير دي هنشرحها في حاجة بعدين. وكاتب لك ان هي موجود منها في الموديل 4، ده طبعا عشان لو عاوزة احصر عدد الكومبوننتس اللي عندي واعرف هم عددهم قد ايه. طيب ده بالنسبة للانتيتي انفو اللي هي المعلومات اللي اقدر اعرفها عن الكومبوننت بتاعتي. جميل جدا. في حد مثلا جه بيقول لي ان انا عاوز اعدل في كل الكومبوننتس بس الكومبوننت دي ما تتغيرش معايا، يعني اعدل في دي ودي ودي بس دي ما تتغيرش، تبقى حاجه كده منفرده لوحدها. جميل جدا. هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تعمل سيلكت على اللي انت مش عاوزها تتعدل، وتيجي تختار تعمل كليك يمين وتختار حاجه اسمها ميك يونيك، كده انا خليتها منفرده تماما، ولو جيت عدلت في الباقي هيتعدل ما عدا دي. طبعا دي برضو مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، لان احيانا ببقى عاوزه اعدل في حاجات كتيره بس دي مش عاوزاها تتعدل، انا عاوزاها تفضل زي ما هي. فطبعا الميك يونيك دي بتبقى هي الحل علشان ما اعدلش في الحاجه اللي انا مش عاوزاها تتعدل فيها. طيب انا هرجع بس كده هعمل كنترول زد عشان بس اتاكد ان هما دلوقتي مقريين 4، وتعالوا مع بعض. لو حد مثلا قال انا عاوز ان كله يتعدل فيه ما عدا الاتنين دول، يعني لما اجي اعمل سيلكت على دي واغيرها اغير فيها تتعدل في دي كمان، ولو في كمان كوبيز تانية تتعدل فيها، يعني خلونا مثلا نكتر عدد الكوبيز علشان الناس تبدأ تتخيل انا بقول ايه. دلوقتي مثلا انا عاوزة اعدل في التلاتة دول اللي هي دي ودي ودي، والاتنين اللي في النص دول مش عاوزاهم يتعدلوا. قلت لك عادي امسك الاتنين اللي انت مش عاوزهم يتعدلوا كده وكليك يمين واختارهم ميك كومبوننت. طيب تعالى شوف بقى انا كده عدد الكومبوننتس اللي عندي من دي كام دلوقتي. لو مسكت دي كده هيتقري لي هنا ان هما 3. ليه 3؟ علشان دي
ودي ودي كلهم كومبوننت من بعض، لكن دولت خلاص انفصلوا. طب هل دلوقتي دي بقت نفس الكومبوننت دي ولا حاجة تانية؟ طالما انا الاتنين عملت لهم سيلكت واخترت الاتنين من يعني من اوردر واحد ان هما يبقوا الاتنين ميك يونيك، كده معناها ان دي بقت كومبوننت لدي. حتى لو جيت مسكت دي اهي كاتب لك اريك لك ان هما اتنين اتنين اللي هي دي ودي، وساعتها غير لك الاسم كمان خليه لك 1 علامة اللي هي الشباك 1 1 ده كان اللي هو الاسم بتاعي اللي انا مسميه اصلا، وشباك 1 يعني معناها كده ان ده اول كوبي مختلفة من ال 1، بس معنى كده ان دولت ملهمش اي علاقة بدول. اللي انا لو عدلت في الاصلية دي ودولت ولا الهوا مش هيحصل لهم دولت اي حاجة. تعالوا نجرب، ادي اهو بعدل اهو فيها ما بيحصلش اي حاجة للاتنين اللي باقيين، ولكن انا لو عملت edit لدي الاقيها هي على طول، ارى اول ما عملت select على الفيس ارى التانية على طول اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الموضوع ده مهم جدا 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 في الموديل بتاعنا، مهم قوي علشان ده يعني الكومبوننت والجروب ده انت هتبدأ تشتغل عليه كتير قوي قوي في الموديل بتاعك، فلازم تكون عارف يعني ايه كومبوننت. طيب في حاجة تانية، اول ما بنيجي نشرح كومبوننت بنشرح على طول حاجة اسمها جروب. ايه بقى الجروب؟ دلوقتي انا عندي برضو مكعب كده مثلا او اي شكل من الاشكال يعني، وجيت كده بدل ما اعمله كومبوننت انا هعمله جروب. هاجي كده دبل كليك واختار اختار بدل ميك كومبوننت هختار ميك جروب خلاص، وهاجي كده هطلع برضو باي ارتفاع كان مثلا كده. هو دلوقتي عندي مقري ان هو ايه جروب مش كومبوننت، خلاص كده يبقى في حاجه اسمها جروب وفي حاجه اسمها كومبوننت. الكومبوننت دي اللي احنا شرحناها في الاول. جميل، بعد ما عملت الحاجه دي جروب هبدأ اكررها برضو، اكررها مثلا خمسة ولا حاجة خلاص كده. وتعالوا نشوف دلوقتي انا لو عملت edit للجروب دي ايه اللي هيحصل، هل هتتغير في الباقي ولا لا؟ جيت كده عملت، الله ما تغيرش فيها. طب ايه يعني، امال انا بعمل ليه جروب؟ الجروب والكومبوننت مشتركين في حاجة، ايه هي؟ ان انا اريكو دلوقتي فرق. لو جيت مسكت مثلا مكعب زي كده، ده لا مقري جروب ولا مقري كومبوننت خلاص كده، ومسكته وجيت رحت حطيت واحد جواه وعاوز افصلهم الاتنين عن بعض، لما اعمل ايه؟ مش هعرف افصل الاتنين عن بعض، هما خلاص ارتبطوا كده في بعض، هما مقريين فيسز مش مقريين جروب ولا كومبوننت. طب تعالوا مع بعض كده نمسك جروب ونحطه جوه جروب تاني، وتعالوا نشوف مع بعض هل اعرف افصلهم ولا لا. ده خلاص ده مقري حاجة لوحده وده مقري حاجة لوحده، ممكن امسك حتى الجروب وادخله جوه الكومبوننت وبرضه هعرف افصل ده عن ده، لان ده خلاص ده مقري حاجة كومبوننت كده. حتى لما باجي اسلكت عليه انا ما بعملش دبل كليك ولا تلات كليكات عشان انا ابدأ امسكه ويبقى صعب عليا ان انا امسكه، لا هو مقري كتلة على بعضها، فاقدر احط كومبوننت جوه جروب وجروب جوه كومبوننت، واقدر ان انا افصلهم عن بعض وقت ما انا عاوزه. لكن لو هما مش مقريين ان هما جروب وكومبوننت، لما اعمل ايه؟ عمري ما هعرف افصلهم عن بعض، طالما دخلوا في بعض عمري ما هعرف افصلهم عن بعض. زي التكنه دي مثلا كده، انا بعد ما عملتها فكتها، كانت هي بالنسبه لي كومبوننت، فكتها فدلوقتي مش عارفه افصلها عن المبنى خالص. طبعا دي مشكله، ازمه كبيره جدا في الموديل بتاعنا. ما ينفعش ان انا ابقى عامل موديل وعاوز افصل حاجه عن حاجه مش عارفه افصلهم عن بعض، فلازم اشتغل كومبوننت وجروب. طيب خلينا نعرف هو انا امتى بشتغل جروب وامتى بشتغل كومبوننت. مبدئيا لو انا عندي الموديل اللي انا شغاله فيه، المبنى اللي انا شغاله فيه، كل حاجه فيه معموله كومبوننت، يعني الشبابيك كلها كومبوننت، الابواب كلها كومبوننت، الحوائط كومبوننت، الارضيات كومبوننت، السلالم كومبوننت، اي حاجه جوه المبنى نفسها قابله للتعديل او قابله للتكرار انا عاملاها كومبوننت، يبقى امسك المبنى ده كله واعمله جروب. طب لو انا بس في حاجه واحده بس واحده بس مش معموله كومبوننت، تمام، يعني مثلا كل المبنى عندي كومبوننت ما عدا الحوائط، وانا دلوقتي عاوز امسك المبنى ده اكرره خلاص كده، واتلخبطت وعملت جروب خلاص، وجيت بعدل على المبنى
الجديد، وعلى اساس بقى ان هو ايه كومبوننت، وانا مش واخده بالي ان هو اساسا معمول جروب. هل الحوائط هتتغير في الاثنين؟ لا، هتتغير في واحد بس، لان الحائط مش معموله كومبوننت. طب تعال نشوف الموضوع ده عملي كده. بصوا المبنى ده، التكنه اللي فيه دي انا كنت عاملاها في الاول كومبوننت، وجيت رحت عملت لها اكسبلود. بالمناسبه لو انا عاوزه اخلي الحاجه مش كومبوننت، يعني مثلا دولت كده، دولت كانوا جروب، انا عاوزه افصلهم يعني ما يبقوش جروب مع بعض، بتعمل اكسبلود. طب عاوز الواحده بس ما تبقاش كومبوننت، تبقى عاديه بالفيس العادي، ترجعها كأنها كل حاجه فيها فيس عادي خالص، كليك يمين واكسبلود برضو. فاكسبلود بيفجر الحاجه، يخليها حاجه مستقله، ما يخليهاش مرتبطه بحاجه. فانا التكنه دي عندي، جيت اول ما عملتها كانت هي كنت عاملاها بفولو مي، ورحت خليتها كومبوننت علشان اعرف اشيلها واحطها في المبنى براحتي، وبعد كده رحت عملت لها اكسبلود. تخيلوا ان التكنه دي انا خلاص مش هعرف افصلها خالص عن المبنى بتاعي. لما اعمل ايه؟ مش هعرف افصلها، هي خلاص بقت لازقه في الموديل، مش هعرف افصلها لانها مش كومبوننت. الحوائط برضو انا مش عاملاها كومبوننت، السلالم مش عاملاها كومبوننت. طبعا دي مشاكل، يعني دي كلها مشاكل، ما تنفعش الكلام ده. كل حاجه يا ريت تعملها في الموديل تبقى عباره عن كومبوننتس كومبوننتس كومبوننتس، عشان لو فرض وانت خدتها على جنب وعاوز تعمل لها تعمل للمبنى بتاعك ده او تعمل كوبي، تبدأ تتغير معاك. يعني انا مثلا هنا جيت في المبنى ده، وكنت عاملة الشبابيك كومبوننت عشان اول ما اجي اعدل في اي شباك مثلا، حتى مسحت يا سيدي الازاز، اديت للازاز لون، جيت هنا ورحت اديت له مثلا كولر او حتى جلاس مثلا، واديته اللون بتاعه، يبدأ يتغير في كله مرة واحدة. فانا عاملاه الحاجة اللي انا عاملاها هنا صح، ان انا عاملة الشباك هو اللي كومبوننت. وحتى ساعتها هنا رحت عملت برضو الشباك ده كومبوننت، مع ان هو مش متكرر بس عملته كومبوننت. البرجولة من دي هما عبارة عن مجموعة كومبوننتس، وانا رحت عملتهم كلهم جروب. اما خلاص يعني هما دلوقتي عبارة عن كومبوننتس، فخلاص اجمعهم بقى عشان اعرف امسكهم مرة واحدة، اعرف امسكهم مرة واحدة كده. فرحت عملتهم كلهم جروب، بدل ما اقعد اعمل سيلكت على واحدة واحدة منهم. دلوقتي دوت جروب للكومبوننتس كلها. عاوز اجي اعمل ايديت لواحدة، هاجي اعمل لها عادي ايديت عادي، اوديها واجيبها براحتي خالص، وهتتعدل في الباقي. الشباك ده الضلفتين دولت مع بعض عملهم جروب، فاجي اعدل مثلا في واحده هتلاقيها اتعدلت في التانيه، وهكذا. فمعنى كده انه الحاجات اللي هي بتتكرر بصفه مستمره لازم اعملها كومبوننت. حتى كمان الحاجات اللي هي قابله للي انا بعد كده اعملها كوبي وعاوزه اعدل فيها، فتتعدل في كله. مثلا حوض الزهور ده انا كنت عاملاه كومبوننت عشان لو احتجت ان انا اكرره بعد كده اقدر يتكرر في كله، يتعدل في كله. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف، لو المبنى ده اخدته مره كومبوننت وعدلت فيه، واخدته مره جروب، وتعالوا نبدا لو هو كده بوضعه في حاجات كتيره فيسز مقريه، فيسز مفيش جروب، مفيش كومبوننت، مفيش غير بس الشبابيك اللي معموله، فيدوبك دولت لو غيرت هيتغيروا في الباقي. وباقي الحاجات زي ما انتم شايفين كده مقريه فيسز، طبعا حاجه مش حلوه خالص. مسكت المبنى ده كده اهو، وجيت رحت عملته جروب خلاص كده، ومسكته وعملته كوبي. وتعالوا نشوف مع بعض كده. افتكرت ان انا بعد ما عملت ده قلت ايه، اعدل الحوائط، وانا بقى ايه على امل انها تتعدل في الباقي، وناسيه خالص انه الحوائط اللي عندي دي مش معموله كومبوننت. وتعالوا نشوف بقى دلوقتي انا لو بعدل في الحوائط. بصوا انا بعدل والمبنى التاني ملوش اي علاقه، لان انا دلوقتي شغاله على الحوائط دي، والحوائط دي مش مقريه اصلا ان هي كوبي من حد ولا كومبوننت من حد، هي مقريه انها حاجه لوحدها خالص. وطبعا ده مش الطف حاجه. لو جيت برضو مسكت مثلا السلالم وجيت عدلت في اي سلم من السلالم، مش هيعدل برضو في الباقي، لانه خلاص هو قاري انه السلالم دي مش كومبوننت، كل سلمه مختلفه عن السلمه التانية، او حتى مختلفين، حتى مش عارفه ان انا
اعدل في دي يظهر لي في دي التعديل. امال ايه هنا اللي لو عدلته هيتعدل في الباقي؟ الشبابيك، صح؟ اي الشباك ده لو جيت مسحت ده هتلاقيه اتمسحت من كله، لانه خلاص هو كومبوننت. فطبعا دي حاجة مهمة جدا جدا، تخليني ان اي حاجة اعملها في الموديل بتاعي اعملها كومبوننت خلاص كده، الا لو انا واثق تماما تماما ان انا مش هعمل لها كوبي، فخلاص هعملها جروب. لكن ده وارد جدا ان انا اعمل كوبي للمبنى بتاعي وابقى عاوزه اشتغل مثلا اعمل له اي اديت، تمام، فعاوزه يتعدل في التاني، تمام كده. عندي مجموعه مباني عاوزه لما اعدل فيها اتعدل في الباقي، تمام. طيب ده كده في حاله انه معمول كومبوننت ولكن سوري معمول جروب ولكن مش معمول كومبوننت، خلاص. طيب تعالوا كده مع بعض. ده دلوقتي احنا قلنا جروب، انا مش عاوزاه جروب، هعمل له اكسبلود خلاص كده. طبعا لما بعمل اكسبلود لاول مره بيعمل البلوك الكبيره الاول، لو جيت عملت مره تانية هيعمل للاصغر. لايه يعني؟ مثلا جيت دلوقتي كده ورحت عملت اكسبلود تاني، هتلاقيه فجر الشبابيك، هتلاقيه فجر حوض الزراعه، هتلاقيه فجر بقى الحاجات اللي هي ايه، واحده واحده كده لغايه ما يوصل للحاجه اللي خلاص ما فيهاش اي بتاع ده كومبوننت او جروب، وخلاص هتلاقيه يعني عمال بيعمل اكسبلود اكسبلود وخلاص ما فيش اي حاجه تانية خلاص هيقعد يعرف يعمل لها اكسبلود خلاص كده. فهي كده امسك البيت بتاعي ده، والمره دي هعمله كومبوننت مش جروب خلاص كده. وتعالوا نشوف ايه الفرق. مسكته كده وهعمل له كوبي. تعالوا نشوف بقى دلوقتي لما اجي اعدل في الحيطه اللي انا اصلا مش عامله لها كومبوننت، الحيطه اللي عباره عن فيسز، تمام. مسكت كده الحيطه وابتديت ان انا اعدل فيها. ابتدى بقى ان هو ايه يعدل لي في الحيطه التانية. ليه؟ لان ساعتها هو قرأ ان كل حاجه دلوقتي كومبوننت، اللي الحيطه كومبوننت، السلالم كومبوننت. طالما هي حاجة مش اصلا مش في البداية كومبوننت، فهو خلاص انت طالما جمعتها في كتلة واحدة وعملتها كومبوننت، معنى كده وكبيرتها، معنى كده ان انت عدلت في اي حاجة مش ما كانتش معمولة كومبوننت هتتعمل. هو بيعتبر ان دي خلاص دي بالنسبة لك الكومبوننت يعني، تمام. عدلت في الحيطة، عدلت في السلم، عدلت في اي حاجة هتبدأ خلاص تتعدل معاك اوتوماتيك. لكن لو جروب مش هيتعدل معاك، لازم تاخد بالك. وانا من رأيي اي حاجة اعملها كومبوننت، سواء بتجمع حاجات مع بعض، سواء يعني مثلا البرجولات دي انا ممكن بدل مجموعة الكومبوننتس دي اخليها، بدل ما هي جروب اخليها كومبوننت. مجموعة الدولف بتاعة الشبابيك دي طالما كل واحدة فيها كومبوننت وعاوزة اجمعهم كلهم اخليهم برضو ميك كومبوننت. مجموعة مثلا اي حاجة تانية مثلا بتتكرر اخليها كومبوننت مع بعضها. عاوز تخليها جروب ماشي مفيش مشكلة، طالما يا جماعة طالما الجروب حاوي مجموعة كومبوننتس ده مش هيفرق معايا، طالما انا بعدل في الكومبوننت من جوه الجروب هتتعدل في باقي الكومبوننتس اللي في الجروب. لكن الخوف انه ابقى عاملة ميك جروب لحاجات جواها اصلا مش كومبوننت، وابقى عاوزه اعدل اخدها كوبي وابقى عاوزه اعدل عليها، ما هي مش هتتعدل لان في حاجات جواها اصلا مش كومبوننت. فتعمل حسابك انه لو هتاخد الحاجه جروب يبقى لازم تتاكد تماما ان جوه الجروب كل حاجه كومبوننت، الحوائط كومبوننت، التكنه كومبوننت، السلالم كومبوننت، الحيطه دي كومبوننت، كل حاجه، علشان يبقى الموضوع سهل جدا ان انت تاخدها وتعدل فيها براحتك خالص. ده كان اخر حاجه في الكومبوننت كنت عاوزه والجروب كنت عاوزه اتكلم عليها. يا رب بس الناس تكون فهمت الفرق بينهم، واللي متلخبط خالص اشتغل ان كل حاجه تعملها كومبوننت، سواء مجموعه كومبوننتس هتعملها كومبوننت رئيسيه، او كل حاجه بقى كل حاجه تعملها تبقى كومبوننت، وسيبك خالص من موضوع الجروب طالما انت مثلا لغايه دلوقتي مثلا ما فهمتش او بتتلخبط في موضوع الجروب والكومبوننت. طيب خلونا ندخل على حاجة تانية، اللي هو 3D Warehouse. 3D Warehouse ده الموقع المخصص من الشركة اللي عاملة SketchUp، ان انت تقدر تنزل من عليه بلوكس فور فري.
سواء بقى اي حاجة انت عاوز تحطها في الموديل بتاعك، سواء فرش، يعني كرسي، سرير، كومود، اي حاجة تخطر في بالك هتلاقيها. عاوز حاجات بقى لاندسكيب، شجر، زرع، ورد، اي حاجة تتخيلها هتلاقيها. حتى كمان لو انت مثلا في منطقة معينة مشهورة، زي ما وريتكم كده في اول محاضرة، كنت بقول لكم انه جوجل اصلا كان مخصص سكتشاب عشان يعمل المباني اللي هي بتظهر في جوجل ايرث. فمعنى كده ان انت في 3 دي وير هاوس تقدر تشوف اي مبنى مشهور عاوز تنزله مثلا، حتى لو انت مثلا الموقع بتاع المشروع بتاعك جنب المبنى ده او قريب منه، ممكن تحط المبنى ده يعني كلاند مارك وتبدأ ان انت تظهره في الشطات بتاعتك، وتظهر عائقة المبنى بتاعك بالمبنى اللي هو المشهور او المعروف. تعالوا كده مع بعض نشوف انا بعمل سيرش ازاي في الموقع ده. مبدئيا الموقع ده عشان تدخل عليه اسمه 3dwarehouse.sketchup.com. في الاول لازم تعمل اكاونت تسجل فيه، وبعد كده بتيجي تعمل سيرش. مثلا هكتب شير مثلا، وهبدأ ادوس انتر كده واشوف ايه اللي هيطلع لي في التشيرز. في بقى تشيرز كتير، تنقي بقى اللي يعجبك. فانا مثلا هنقي اي حاجة، مثلا هنقي مثلا الكرسي ده. خلاص كده هاجي على علامة الداونلود كده، اوكي، وادوس اشوف الاول انا السكتش اب بتاعي كام. فانا السكتش اب مثلا بتاعي 2018، فاكيد مش هنزل نسخة اعلى مني لانها مش هتتفتح عندي، فلازم ان انا انزل النسخة اللي هي يا اقل مني يا النسخة اللي هي في نفس الفيرجن بتاعي. خلاص كده. طيب بالنسبة للناس الفيرجنات اللي هي اقل من 2017، سواء 2016 او 2015 او حتى 2014، مش هتلاقي الكلام ده فتح عندك. طب هو بيتفتح ازاي؟ بيتفتح عن طريق بلوجن، ممكن ابقى اتكلم عنه. بس خلينا نشوف دلوقتي الحاجة الديفولت احنا بنعمل ايه. خلاص كده. طيب هاجي كده على انا مثلا 2018، انا دايما بحب انزل الحاجة الاقل مني على طول، فهنزل مثلا 2017، وهاجي كده ادي ده كده اسم الفايل اللي نزل. هاجي كده واروح فتحاه، هفتحه ازاي؟ هاجي دبل كليك وافتحه عادي خالص. فالفايل اتفتح زي ما انتم شايفين كده، وفي الكرسي. خلاص. طبعا الكرسي ده انا عاوزه انقله دلوقتي واحطه في الموديل بتاعي، ده الموديل بتاعي الاصلي. فعاوزه ابدا احط الحاجات اللي انا منزلاها من على النت، ابدا احطها هنا. انزلها احطها ازاي؟ باجي كده سلكت عليه كنترول سي، واجي على الموديل بتاعي واعمل كنترول في، واستنى لما ينزل. احيانا بياخد وقت لو الموديل فيه تفاصيل كتير، فادي كده اهو. وطبعا لما اجي احطه اتاكد تماما ان هو محطوط على السطح بتاع الحاجه مش طاير، لان في ناس بتيجي تروح حاطه الموديل كده وفاكره ان هو عليه بالظبط. طبعا ده مش صح خالص، يعني لازم تتاكد ان الموديل محطوط على الفيس بتاع الحاجه. خلاص كده اهو كده، وبنزله لحد ما اتاكد ان هو نزل بقى محطوط على الحاجة مظبوطة. طيب دي الطريقة الأولى عشان أدخل موديل أنا جايباه. خلاص. الطريقة التانية ايه هي؟ المفروض باجي أعمل فايل، واجي أعمل امبورت، وأختار اسم الفايل بتاعي اللي أنا لسه منزلاه ده مثلا، وأتأكد ان هو .skb اللي هي اختصار أي فايل سكتش اب، ودوس امبورت. هيبدأ يدخل لي في الفايل بتاعي. طبعا بياخد وقت لو هو الفايل نفسه تقيل، لو الحاجة اللي انا بعملها تقيلة. ده كده الفايل اللي انا عملت له امبورت. طيب انا امتى استخدم الطريقة دي وامتى استخدم الامبورت ده؟ الطريقة اللي انا فتحت بيها الموديل الاول، خلاص، فتحته علشان احيانا بيبقى الموديل نزلت مثلا ترابيزة سفرة، فترابيزة السفرة انا عاوزة الكرسي اللي فيها عجبني مثلا الترابيزة، وانا بدور على
كرسي عجبني، ترابيزة سفرة بس يعني انا مش عاوزة ترابيزة السفرة بالكراسي كلها بالترابيزة، انا عاوزة الكرسي كرسي واحد. فهاجي كده افتح الموديل، تمام، اخد اليونت اللي انا عاوزاها كنترول سي، واجي على الموديل بتاعي واعمل كنترول في. ده في حالة ان انا عاوز حاجة واحدة من الموديل او عاوز ان انا اعدل عليه. احيانا في ناس بتعمل ايه برضو، بتيجي تفتح الموديل عادي خالص وتعدل عليه لو مثلا مش عاجبها الحتة دي، يعني مش عاجبها مثلا الحتة اللي فوق دي خلاص وعاوزة بس الجزء ده، هتروح عاملة كنترول اس، فهاجي كده و فايل امبورت، تمام، واختار الفايل اللي انا لسه عاملاه، فهلاقي ادي اهو الكرسي اتعمل. ده في حالة ان انا كنت عاوزة اعمل له ايديت من الفايل بتاعي وادخله على الفايل اللي هو بتاع الموديل. دي طريقة طبعا اللي بدخل بيها البلوكات من 3D Warehouse، او بنزل يعني بلوكات من 3D Warehouse وبعد كده ابدأ احطها في الموديل بتاعي. لما بنزل اي كتلة من 3D Warehouse، تمام، احيانا بنسبة كبيرة ببقى عاوزة ان انا اعدل عليها، سواء انها مقاسها مثلا بالنسبة لي صغير وانا عاوزة مقاس اكبر، ترابيزة مثلا دي مقاسها مثلا صغير بالنسبة لي انا عاوزة اكبرها او اصغرها، عدد الكراسي او مثلا الكرسي نفسه اصغره شوية. في ناس بتروح ماسكة الحاجة نفسها وعاملة لها سكيل بطريقة مش صح. يعني ايه؟ يعني مثلا يجي على الموديل ده كله وهو عاوز يعمل له ستريتش، فيروح دايس يعني سكيل ويروح ساحب كده. طبعا اللي بيحصل انه زي ما انتم شايفين الكتلة نسبها بتروح، يعني في قبل، يعني انت شفته قبل كده كرسي بالمنظر ده، اكيد طبعا النسب مش صح خالص. فما بعملش ستريتش بالطريقة دي، انا يوم ما بكبر يعني بكبر الكتلة بكبرها من الاقطار، يعني باجي كده وبدوس استرتش وبكبر من القطر. بس ده في حالة ان انا بكبر السكيل، يعني السكيل نفسه في حاجة غلط، يعني مثلا بدل ما هو 1 لـ100 نزل لي مثلا 1 لـ50، فانا بكبر النص، بكبر سوري بصغر النص، لكن مش فكرة ان انا بكبر كده وخلاص. علشان برضو كل حاجة نسبة وتناسب، يعني انا لو عندي شخص كده واقف كريفرنس ليا وانا جاي بكبر، ما اروحش مكبره الترابيزه السفره تبقى عملاقه بالنسبه له، فاكيد في حاجه غلط. فانا لما باجي اكبر بكبر نسبه وتناسب خلاص كده. ده بالنسبه للسكيل، عشان في ناس طبعا تيجي تروح ماسكه ترابيزه السفره مثلا كده واخدها على جنب وتروح عامله لي سكيل كده وتعمل لها ستريتش، فطبعا الترابيزة نسبها بتبقى صعبة جدا وغريبة جدا، ويجي يروح عامل لها ستريتش كده. فطبعا الكلام ده مش صح خالص يا جماعة. انا لو عاوزة اكبر حاجة زي كده عادي خالص بمنتهى السهولة، اتأكد طبعا انها مش كومبوننت الاول، واجي اروح ماسكة لو هي كومبوننت اروح عاملاها ميك يونيك، بس هي غالبا مش كومبوننت، وهاجي كده اروح ماسكاها وعاملة مكبراها مثلا من هنا وماسكه الارجل بتاعتها محركاها، يعني ده كده ابقى كبرتها صح من غير ما اغير في الارجل اللي تحت. عاوزه مثلا اكبرها في الاتجاه ده، تمام كده مثلا، فتبقى الترابيزه كبرت بنسب معقوله، يعني مش اتعمل لها ديفورميشن وابتديت ان انا اكبر في الارجل بتاعتها دي. يعني الكلام ده طبعا مش صح خالص، ومعماريا طبعا مش صح خالص. تمام كده، هدي بس يعني زي مثال بسيط. مثلا شخص زي كده لو واقف، ما ينفعش ان انا اجي اعمل له ستريتش كده، النسب بتاعته طبعا بتتغير تماما. برضو لو عملته لفوق ورفعته او نزلته لتحت، فالكلام ده مش صح. فانا لما باجي اكبر بكبر من الاقطار وبكبر بنسب، يعني لازم يبقى فيه ريفرنس ليا علشان ابقى مدركة السكيل دي. طبعا نقطة مهمة جدا، عشان في ناس طبعا بتغفل فيها وبتبدأ تعمل ستريتش للحاجة، فالحاجة بتتعمل لها يعني ديفورميشن، بتتشوه تماما، ما بتبقاش بال النسب الصح. طبعا في ملحوظة مهمة جدا، عشان في ناس كتيرة بتغلط
بتغلط الغلطة دي وبتدفع ثمنها بعدين في في التسليمات، يبقى منزل بلوك من على النت اي حاجة، مثلا مثلا مجموعة، خلينا نتكلم مثلا ترابيزة سفرة، نزل ترابيزة سفرة فالترابيزة معمولة بمجموعة كراسي خلاص، ويجي هو يبقى عاوز كرسي واحد خلاص، فيجي يروح طبعا الترابيزة حواليها الكراسي وكلهم معمولين كومبوننت او جروب واتيفر يعني، ويجي جوه الموديل بتاعه اللي هو شغال فيه ويعمل اكسبلود. هو مبدئيا بس عشان الناس تبقى عارفة نقطة مهمة جدا، الكومبوننتس والجروب الميزة اللي هما بيعملوها غير موضوع ان هو التعديل لما اجي اعدل هنا يتعدل هناك، وغير فكرة انه يدخلوا في بعض، الحاجات تدخل في بعض عادي واعرف افصلها. النقطة المهمة جدا ان الكومبوننت والجروب بيقللوا جدا من مساحة الفايل، يعني انت كل ما تيجي تعمل حاجات كومبوننت وجروب انت بتقلل من مساحة الفايل، بدل ما الحاجة بتتقري بالنسبة لسكتش اب عبارة عن خطوط خطوط خطوط، ده فيس وهنا خط وهنا خط وهنا خط، هو ما بيقراش خلاص الكلام ده، هو بيقرا انها حاجه كتله واحده على بعضها. فانت كل ما بتعمل كومبوننت وجروب بتقلل من مساحه الفايل. الناس بقى بتيجي تعمل ايه، تروح جايبه اليونت منزلها من على النت وتروح عامله لها كنترول سي حطاها جوه الموديل، او تعمل لها امبورت جوه الموديل اللي هو الاساسي بتاعها المبنى مثلا، وتيجي تروح عامله اكسبلود للسفره بالكراسي اللي فيها بالبتاع، فيبدأ الفايل يبقى تقيل 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 لغاية ما الفايل نفسه يبقى خلاص بيضرب. فيعني ما توصلش نفسك للنقطة دي، عشان كده دايما بقولك ايه، افتح الفايل اللي انت لسه منزله بره زي ما انا كنت فاتحاه كده، عدل فيه اللي انت عاوزه، وبعد كده خد الحاجة اللي انت عدلتها وحطها في الموديل بتاعك طبعا وهي كومبوننت او جروب عشان تقلل من مساحتها. فدي نقطة مهمة جدا، محدش يعمل اكسبلود لأي بلوك هو هيجيبه جوه الموديل بتاعه الأصل، عشان هتكتر قوي من مساحة الموديل، هتلاقي الفايل احتمال كبير جدا ان هو يهنج معاك. فدي كانت نقطة مهمة جدا لازم الناس تاخد بالها منها. طبعا ده كان يعني الطريقة يعني اللي كنت بشرحها دي، اللي هي ازاي بننزل من 3D Warehouse. طبعا في مواقع كتيرة مخصوصة للبلوكات دي، ولكن 3D Warehouse هو موقع الـ يعني شبه الـ مش الوحيد، مش هقول الوحيد بس يعني بينزل بلوكات فور فري. ممكن انت كمان بعد كده لو عملت موديل تبدأ ترفعه وتفيد بيه الناس. كمان ممكن تلاقي بلوكات تساعدك في مشاريعك عليه. فده كان 3D Warehouse. طيب خلينا نتكلم في نقطة مهمة جدا هتفيد الناس اللي هي ما بتشتغلش مثلا اوتوكاد او ما بتشتغلش ريفت، وعاوزة ترفع المشروع بتاعها على طول 3D. كانت عاملة مثلا شفافة، بدل ما تدخل الشفافة دي للاوتوكاد وترسم لسه 2D وبعد كده تصدر للسكتشاب، في طريقة اسهل بكتير لو انت عامل شفافة. انا هفترض معاكم مثلا انه انا عندي الفايل اهو، عملت فيه سكان للشفافة بتاعتي، اكن مثلا دي الشفافة اهي، فاجي امسك الشفافة واحطها عادي في الموديل بتاعي وابدأ امشي عليها. دي الطريقة الاولانية اللي انا بعمل دراج من الفايل نفسه وابدأ احط الشفافة بتاعتي. الطريقة التانية انا بيجي منها هنا من فايل، اعمل امبورت واختار هنا يا دوت جي بي جي يا دوت بي ان جي او all supported images type، عشان لو انا عندي بلانات دوت بي ان جي او دوت اي اكستنشن تاني غير الجي بي جي خلاص كده، فاجي مثلا اختار الصورة دي كده واعمل امبورت واحطها كده، وابدأ مثلا ان انا اغير سكيلها. طبعا دي كده انا مش عارف سكيلها قد ايه، يعني مش شرط انها عشان نزلت كده تبقى السكيل بتاعها مظبوط. فتعالوا كده نشوف بالقياس كده هي هتطلع قد ايه. فباجي مثلا من هنا لهنا واقرا، والله دي مقريه 3 متر 27، وهي المفروض تبقى 3 متر بس، لان انا عندي دلوقتي عرض الاوضه مكتوبه اهو، طبعا الارقام دي مكتوبه بالملي، فمعنى 3000 دي اللي هي 3 متر، وفي 3850 معنى كده انها 3 متر في 3 متر 5
وتمانين سنتي. فأنا دلوقتي عندي الضلع اللي هو الكبير ده طلع بدل ما هو 3 متر 85 طلع 3 متر 32 أو 27 تقريبا في الحدود دي يعني. فأعمل ايه علشان أعمل سكيل للموديل؟ مبدئيا كده أنا دلوقتي مش عاملة عليها سلكت عادي خالص، أنا هاجي بالمتر أهو، ما فيش أي سلكت، البتاع مش زرقاء، مش عاملة عليها سلكت، وهاجي أقيس من هنا لهنا طلعت لي 3 متر 26، هدوس كليك تمام، واجي اكتب الرقم اللي انا عاوزاه اللي هو 3.85. اوكي، وادوس انتر. هيسألني سؤال بيقول لي انت عاوز تعمل ريسايز للموديل كله؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو عندي موديل تاني جنبه هيتعمل له ريسايز برضو بالريشيو الجديدة. فنصيحة ما تنزلش اي بلوكات وانت بتعمل اي ريسايز، خلاص هدوس يس تمام. تعالوا بقى نقرا المقاس الجديد اللي المفروض طلع. اجي كده من النقطة دي للنقطة دي اهو، مقرية 3 متر 85 زي ما هي المفروض تطلع، خلاص كده. طيب ده انا عملت كده سكيل، زبطت السكيل بتاع الشفافة بتاعتي، خلاص كده. طبعا انا في الشفافة يا بكون عامل مقاس معين عشان اسكل عليه، يا يعني ببقى عارفة مثلا سمك الحيطة، فممكن اقيس سمك الحيطة واسكل بناء عليه. خلاص انا دلوقتي سكلت بناء على ضلع عندي، هاجي بس كده اخد كوبي من الشفافة دي بعد ما عملت لها سكيل، واحدة هنا هشتغل بطريقة والتانية هنا هشتغل بطريقة تانية. هاجي كده ودي عاملة اكسبلود، بفجر كأني بفجر الصورة، لان طبعا اي صورة بتنزل بتبقى يا جروب يا كومبوننت يعني، خلاص كده زي اكنها يعني جروب او كومبوننت. ودي مش هعملها اكسبلود عادي خالص، خلاص كده. وهاجي بقى ارسم على الشفافه بتاعتي، انا دلوقتي بشف اللي انا رسماه، خلاص كده. فهاجي امشي سنه سنه كده، ادي اهو دي النقطه مثلا اللي هبدا منها، هبدا امشي. طبعا اخد بالي ان الحاجه وانا بمشي بمشي في اتجاه الاكسات مظبوط علشان يبقى الرسم بتاعي مظبوط، خلاص كده. وقبل ما اجي اقفل دي هاخد بس ريفرنس من هنا كجايد اهو، وقفلت الشكل بتاعي. طبعا انا ما تكون ليش هنا سطح لو خدنا بالنا، مع انها هي اتقسمت دلوقتي يعني، انا جيت بصوا بشاور على البلان بتتقري لي الفيس بس اللي انا عملته، وده الفيس اللي هو الابيض اللي من ورا اللي هو الشفاف يعني حاجات البيضة اللي هي مش تبع البلان، خلاص كده. الطريقة دي انا عملتها لما عملت اكسبلود يعني، او اتعملت كده لما عملت اكسبلود للبلان. بصوا الطريقة التانية انا مش عاملة اكسبلود للبلان تمام، بس هاجي ابدأ برضو من نفس النقطة اهو وامشي. انا باخد دلوقتي بس جايد لاينز كده للبلان عشان يبقى كلهم زي بعض، سوت بعض يعني. بصوا اول ما عملت كده ايه اللي حصل؟ حصل ان اتكون فيس. طيب انا ليه عملت الاكسبلود ده ما عملتش الطريقة دي؟ الطريقة دي لما اجي اخد اوفست انا مش شايفة الحوائط، لكن هنا انا هنا هاجي عادي خالص اخد اوفست وشايفة الحوائط عادي خالص، وانا باخد الاوفست او زي ما انتم شايفين اهو شايفة الحوائط بتاعتي بمنتهى السهولة. هنا بقى انا مش عارفة انا هاخد الاوفست على اساس ايه، يعني انا مش شايفه البلان تحته الا لو انا طبعا حافظه مقاس الحيطه ماشي، بس في احيان تبقى حوائط داخليه، حوائط مش 25، فهبقى صعب عليا ان انا ايه اعملها. فانا عشان كده عملت اوفست عشان اشوف بمنتهى السهوله وابقى شايفه حتى البلان من تحت فين الحوائط الداخليه فين الحوائط الخارجيه. هنا انا شايفه الحوائط اهي عاديه وبقت باوندري هي لوحدها زي ما انتم شايفين منوره، خلاص. هنا انت مش شايف من تحت، فالطريقه بتاعه الاكسبلودنج انا بشوف انها افضل كتير. هبدا من طريقه الاكسبلود. طبعا لو هنا حسيت ان الحيطه ازيد من اللي المفروض تكون عليه عادي خالص همسك الخط واعمل له موف لجوه، بس طبعا اتاكد ان انا في اتجاه احد الاكسات، يعني انا دلوقتي ماشيه المفروض اكون في اتجاه الاكس الاحمر عشان انا الاكس الاحمر، فكده انحركت الحيطه عادي خالص.
هاجي كده، المفروض الحيطة دي تبقى مكملة لحد الحيطة اللي هناك اهي، دي الحيطة الداخلية اللي جوه. خلاص كده ممكن أبدأ أفتح الأبواب بتاعتي اهو، واعمل الحيطة اللي هنا، بس هاخدها من النقطة دي افضل اهو، وهلغي الخطوط اللي هي في النص، وهعمل الشبابيك عادي خالص اهو، وهنا برضو طبعا. انا دلوقتي اللي بعمله كله اللي انا بشف الموديل بتاعي، فطبعا الموضوع هيبقى سهل جدا جدا عليك، سهل عليك بدل الموضوع تدخل لسه تظبط مرحلة الاوتوكاد والكلام ده كله، فالموضوع هيبقى سهل. طيب انا عملت كده علشان عاوزة اشف، يعني اخد الموديل بتاعي بقى دلوقتي واطلع بيه. خلاص مبدئيا كده انا هاخد بس البلان حتة حتة كده، ما انا ممكن اشيل خلاص الجزء اللي تحت انا مش محتاجاه، اللي هو الجزء الابيض بقى عندي ده البلان، هاجي كده تمام، بس هشيل الاجزاء اللي جوه اللي هي الارضية هشيلها، انا مش عاوزاها دلوقتي، واجي ده كده هعمله كومبوننت واتأكد ان دي عليه علامة صح، سمي ده مثلا وولز. تمام كده بقت الايه الحوائط مظبوطة عندي زي ما انت شايفين كده. همسك الحوائط كلها كده كنترول ايه عشان امسكها كلها، واديها لون، اديها مثلا لون ابيض ولا حاجة. طبعا انا خدت وانا مش واخدة بالي الارضية بتاعت التويلت، فمش مشكلة امسحها مفيش مشكلة. وانا غالبا نسيت، او خلينا نرجع طيب تاني من الاول، يعني انا مش هخلي ده جروب، مش هخليه كومبوننت سوري، هاجي كده ارسم بس الاول الايه فتحة الباب بتاعة التويلت، وهشيل الارضيات، انا مش عاوزة دلوقتي الارضيات، وهاجي اعمل ده كده ميك كومبوننت واسميه زي ما قلنا وولز. يس تمام كده، همسك دول بقى كده واديهم لون ابيض مثلا. خلاص كده، وهاجي اطلع بالحوائط بتاعتي بالارتفاع اللي انا عاوزاه، اللي هو مثلا 2 متر 70 ولا حاجة. تمام كده، وهنا برضو كذلك. طبعا انا بقى شغالة دلوقتي ايه دبل كليك عشان القط كل الايه الحوائط، طبعا دي انا مش محتاجة الخط ده خلاص، والخط ده برضو، والخط ده انا مش محتاجاه، اللي هي الزوائد بقى اللي انا مش محتاجاها. هاجي امسك بقى الحاجات اللي هي اللي تحت دي بتاعت الابواب. تمام كده، وهعمل لها موف بالارتفاع اللي هو 2 متر 20، واطلعها كلها بارتفاع الحوائط. تمام، كنت نسيت اعمل الحيطة دي، وهاجي امسح الزيادات اللي عندي دي هنا، وهكذا كده انا عملت الموديل بتاعي. طبعا لو ده شباك هطلع برضو هنا بالجلسة، يعني تبقى اعمل حسابك فين الشبابيك فين الابواب وتطلع بالجلسات بتاعتي. يعني انا كده دلوقتي عملت مثلا الابواب، فتمام الجلسات بتاعت الشباك مثلا، لو ده شباك مثلا فارتفاع جلسته يعني تبقى مثلا 1.5 متر مثلا، لو ده شباك حمام هعمل كده 1.5 متر، وابدا امسح الزيادات كده. ده لو هو شباك طبعا همسح بقى الحاجات اللي هي ملهاش لازمه دي زي ما اتفقنا، وابقى عملت البلان بتاعي. ودي الارضيه، طبعا الارضيه هنا همسكها كده واديها لون، او ان انا امسك الارضيه دي خليها كومبوننت مثلا فلور 1 مثلا. تمام، وتبدأ تمسك الأرضية دي تديها كولر مثلا لونه كذا أو أي حاجة، أو ممكن تبدأ تحط ال الفرنيتشر بتاعك عادي خالص، وبعد كده تمسك الأرضيات تبدأ تعمل لها ماتيريال على طول، عشان تبقى بس الشفافة بالنسبة لك جايد كمان للفرنيتشر بتاعك.
وبعد كده بقى تبدأ تنزل بلوكات من على النت، الأبواب لباب أبواب سلايدنج مثلا، الحاجات دي كلها. دي طريقة شف البلانات. عاوز طبعا تشتغل بالطريقة بتاعة الاكسبلودنج تمام، عاوز تشتغل بالطريقة بتاعة الشف على طول برضو مفيش مشكلة. أهم حاجة كل حاجة يا ريت تعملها بس كومبوننت وجروب، تتأكد ان الحوائط كلها معمولة كومبوننت، ان الأرضيات معمولة كومبوننت، وكل الموديل على بعضه تعمله جروب او كومبوننت. طيب خليني كده في نهاية المحاضرة اقول شوية حاجات بسيطة وسريعة. لو عندي خط زي كده وعاوز الخط ده اقسمه لمجموعة سيجمنتس او مجموعة مسافات متساوية، بعمل ايه؟ باجي كده اعمل سيلكت على الخط واختار كليك يمين واختار ديفايد، واجي كده او كده، ده انا كده بحدد عدد النقط او بحدد عدد السيجمنتس اللي هتبقى موجودة. وممكن من تحت لو بصيت تحت هتلاقي هو سألك انت عاوز تحدد عدد السيجمنتس كام. فانا مثلا لو عاوز اقسمه 4 مسافات هدوس 4 انتر، ولو جيت مسكت الخط كده هلاقيه ان هو اتقسم لمجموعة خطوط. ده بالنسبة لو عاوز اقسم الخط. في برضو ناس كتيرة لما بتكون رسمة كده وعاملة مثلا هنا اوفست او حاجة مثلا وطلعت بالفيس بتاعها، واحيانا بتدوس كي وهي مش واخدة بالها، فتلاحظ انه الخطوط الهيدن ابتدت تبان وتزعجها جدا وهي مش عارفة هي داست ايه علشان الخطوط دي تظهر. انت بتكون دوست كي وانت مش واخد بالك، فلو عاوز تشيل الخطوط دي بتدوس كي تاني فبتتشال خالص ما بتبقاش موجودة. ده بالنسبة لشوية حاجات كده بسيطة بتحصل معانا في الفايل واحنا مش واخدين بالنا. حاجة كمان حبيت ان انا انوه عليها، في ويندو في حاجة اسمها preferences تمام. البريفرنس دي لو دخلنا على جنرال هنلاحظ فيه حاجتين، في حاجة اسمها كرييت باك اب وفي اوتو سيف. ده في حالة لا قدر الله لو الفايل بتاعك ضرب وانت ما كنتش عامل كرييت باك اب، اللي بيحصل انه مش بتلاقي الفايل الابيض اللي انت لما تيجي تفتح يعني بيبقى جنب الفايل بتاعك الاساسي. يعني دلوقتي مثلا ده فايل بتاعي سكتش اب اللي هو هاوس ده، وانا عملت سيف او حصل اي حاجه بيتعمل يعني باك اب على طول اللي هو الفايل الابيض ده. الفايل الابيض ده انا اقدر من خلاله ارجع الفايل بتاعي لو الفايل الاحمر ده اتضرب في اي لحظه، ما بقاش موجود، اختفى، حصل له اي حاجه، اقدر من خلال الفايل الابيض ده اللي انا ارجعه. فهو ده اللي احنا بنسميه الباك اب. طيب الباك اب ده انا بتعامل معاه ازاي؟ مبدئيا مثلا لو الفايل بتاع الهاوس بتاعي ده اختفى، انا بس هحطه مثلا في الفولدر ده اكنه مش موجود وانا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه ارجع الفايل بتاعي وعماله ادور عليه ما لقيتهوش، او لقيت ان الاوتو سيف سوري ان الباك اب بتاعي التاريخ بتاعه يعني اجدد من الفايل اللي هو بتاعي الفايل الاحمر. فالباك اب ده ارجعه ازاي يبقى فايل احمر اللي هو فايل اقدر افتحه؟ لان انت لو جيت فتحته كده هيقولك اللي هو يعني انت عاوز تفتحه بايه، هو مش لاقي حاجه يفتحه بيها. فاللي احنا بنعمله ان انت بتدوس كده اكنك بتعمل له رينيم، وبدل ما دي اس كي بي البي اللي هي فور بوك انا هخليها بي فور بن تمام، ودوس انتر. هيقولك ان انت عاوز تغيره فعلا، هتدوس يس. كده انا غيرت الاكستنشن بتاعه بقى سكتش اب موديل عادي خالص اقدر افتحه، وهيبقى باخر حاجة انت عملت لها سيف قبل ما الفايل يضرب. فطبعا دي بتبقى حاجة لطيفة جدا ان انت تقدر ترجع الفايل بتاعك بدون اي خسائر. فده اللي اسمه الباك اب. فلازم تبقى معلم على علامة الباك اب، ولازم تبقى معلم على علامة الاوتو سيف. الاوتو سيف ده برضو مهم جدا جدا، بحيث انه لو الفايل بتاعك برضو لا قدر الله ضرب او حاجة هتلاقي الفايل او يعني كل شوية هو بيعمل اوتو سيف مع نفسه. يعني ايه اوتو سيف؟ يعني بيقعد يعمل لك فايلات جديدة جنب الفايل بتاعك الاحمر بنفس الاسم بتاعك. يعني لو هو اسمه هاوس هيبقى اوتو سيف اندرسكور هاوس، فهو بيقعد يعمل اوتو سيف لوحده من غير ما انت تبقى عامل كنترول اس. لان احيانا كتير واحد بيبقى ساهي جدا ويشتغل كتير جدا جدا من غير ما ياخد باله ان هو يعمل سيف، وبقى فجأة الفايل يضرب.
فلو الفايل ضرب هتلاقي هو عامل مع نفسه كل 5 دقايق مثلا اوتو سيف مع نفسه، فهتلاقي الاوتو سيف الفايل ده بره جنب الفايل بتاعك الاحمر وابديتد على طول. يعني الفايل الاحمر مثلا لو انت شغال بدأت شغل مثلا من الساعة 9 ونسيت تعمل سيف، هو الاوتو سيف هتلاقيه مثلا عمال بيعمل كل 5 دقايق 5 دقايق، لدرجة مثلا لو الفايل بتاعك ضرب مثلا الساعة 10 هتلاقي الاوتو سيف ده معمول مثلا 10 لـ 5 او whatever. يعني بيبقى محدث بصفة مستمرة يعني. طيب في ناس بتبقى الشغل بتاعها سريع جدا، يعني ممكن في خلال الدقيقة يخلص اكتر من حاجة. فنصيحة، لو انت من الشخصيات السريعة وبتخلص على طول، يعني بتعمل اكتر من اوردر في وقت سريع قوي، خلي الاوتو سيف كل مثلا دقيقة. لكن لو انت شخص بطيء وبيعمل الحاجة كل فين وفين، لا اعمل كل 5 دقايق، خليها كل 5 دقايق، لان انت يعني طول الـ 5 دقايق دي انت بتعمل في حاجة واحدة او تاسك واحدة، فبتبقى على حسب انت سرعتك قد ايه. خلاص كده. في بقى حاجه اسمها الشورت كاتس. الشورت كاتس دي برضو مهمه قوي. الشورت كاتس دي يا جماعه اللي انا كنت بتكلم عليها في اول محاضره، اللي هو مثلا الار اختصار الريكتانجل، السي اختصار السيركل، الاو اختصار اوربت، والحاجات دي كلها. الحاجات دي احيانا ممكن تلاقيها مش موجوده في الفايل، يعني تبقى مستغرب هو في ايه، هي راحت فين. يعني ادوس سي ما يطلعليش سيركل، ما يطلعليش حاجه اصلا. فاعمل ايه عشان ارجع الشورت كاتس دي؟ بتخلي حد من زمايلك يفتح القايمه دي ويدخل على كلمه اكسبورت، ويجي على اي حته انت عاوز يسيف فيها الشورت كاتس دي، هيسميها مثلا شورت كاتس، تمام، ويدوس اكسبورت. خلاص بقى ده الفايل بتاع الاكسبورت بتاع الايه الشورت كاتس. هتيجي انت تعمل امبورت للفايل اللي هو هيبعته لك ده. يعني هو دلوقتي عمل لك اكسبورت للفايل ويبعت لك الفايل ده ليك، انت تعمل له امبورت من هنا وتختاره وتدخله عندك السكتش اب، هتلاقي اتقرا عادي الشورت كاتس. ولو ما اتقرتش من اول مره ممكن تخرج وتدخل تاني هتلاقيها اتقرت ان شاء الله. التمبلت برضو دي لو انت يعني ما عملتش من الاول تمبلت ميترز او عاوز تغيرها تخليها للسنتي او للفيت واتيفر، يعني في برضو حاجه بقى بخصوص الناس اللي هي الفيرجنات القديمه، عشان دي مهمه جدا جدا. انا هنا فاتحه فيرجن قديم وفاتحه برضو من قائمه الويندو مختاره بريفرنسز. هتيجي حضرتك عشان لو انت عندك فيرجن قليل زي 2015 مثلا، وهتبقى عاوز تنزل بلوكات، البلوكات دي فيرجنها اعلى منك، تمام. فانت المفروض هتعمل ايه؟ هتيجي كده من علامه اكستنشن دي، هتعمل حاجه اسمها انستول اكستنشن، اوكي، وتختار الاكستنشن اللي انا هبقى بعته لك ده اللي هو هنا ده وتعمل اوبن. خلاص كده هيقول لك انه انت عاوز تدخله فعلا او تعمله انستول، هقول له يس وهدوس اوكي وهدوس اوكي وهطلع من البرنامج وادخل تاني. خلاص كده اول ما اطلع واخرج وادخل تاني هاجي افتح قائمه فايل، هلاقي في حاجه ظهرت لي اسمها اوبن نيور فيرجن. خلاص اوبن نيور فيرجن دي ما كانتش موجوده في الطبيعي ده، انا اول ما حطيت الاكستنشن ده او اول ما حطيت البلجن ده ابتدت انها تظهر لي. خلاص كده. طيب هاجي اعمل ايه؟ انا مثلا حاطه نزلت الموديل الجديد، الموديل الجديد ده في الداونلودز عندي اللي هو ده كان اكستنشن، قصدي كان اصدار 2017، كنت منزله 2017 وانا 2015 اصلا. فازاي هيفتح؟ هيفتح عن طريق البلجن ده، تمام. وناخد بالنا احنا فاتحين دلوقتي من اوبن نيور فيرجن. خلاص هاجي كده هيقول لك بص هو فتح لك دلوقتي، يعني بعد ما عملت دبل كليك راح قال لك سمى الفايل ب اس يو 2015 اللي هو الفيرجن بتاعك اصلا، هدوس سيف، تمام كده. وهو كده خلاص دلوقتي هيفتح لك فايل جديد، فهتقول له مثلا انت مش انا مثلا مش عاوز سيف الفايل اللي انا فيه ده، ففتح اهو الكرسي عادي خالص
ده كان اصلا الفيرجن كان بتاعه 2017، بس انا فتحته في الفيرجن بتاعي اللي هو 2015. دي الطريقه اللي بقدر افتح بيها اي فايل انزله من 3 دي وير هاوس ويكون اعلى مني. الطريقه دي طبعا هتنفعك كتير، خصوصا يعني خصوصا الناس اللي هي عندها فيرجنات قليله، الكمبيوتر بتاعها مش مساعد انها تجيب او تنزل فيرجنات اعلى، فتقدر طبعا تمشي حالك بالموضوع ده. كده اكون خلصت المحاضره، يا رب الناس تكون استفادت ان شاء الله.